طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. مرة أخرى نعود في الجلسة الثالثة لبرنامج تقارب واستراتيجيات التعامل مع الأطفال، سواء كانوا من ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أو من غيرهم، لأنه إحنا قاعدين نأخذ استراتيجيات عامة تصلح لجميع الأطفال بشكل عام، وكذلك حتى لو استخدمناها مع الأطفال اللي عندهم فرط حركة وتشتت انتباه بشكل خاص، فهي تأتي يعني نتائج جيدة أو نتائج عالية بصراحة. طبعا اليوم الجلسة الثالثة، أشكر لكم حضوركم مرة ثانية، وكما ذكرت مسبقا أنتم تاج هذا البرنامج، أشكر لكم تجشمكم وعناء الطريق، وإن كان الطريق فاضي الحمد لله في الصباح، لكنكم تركتم ربما الفراش الوثير، تركتم أبنائكم في البيت وجيتوا هنا، وجيتكم هذا من أجل أبنائكم، فإن شاء الله يعني أنتم ما تركتم شيء، لأنه جيتكم هنا عشانهم، والله يكتب أجركم في جيتكم وتعبكم. طيب، اليوم حنتكلم عن موضوع مهم جدا. بدأنا في الجلسة الأولى بموضوع اللعب مع الأطفال، في الجلسة الثانية كيف أمدح طفلي وشجعه. اليوم هذه الجلسة حنتكلم فيها عن المكافآت المادية والمعنوية والمحفزات والاحتفال بالإنجازات، كيف أكافئ طفلي. طبعا لو لاحظتوا أنه خلال الجلسات الماضية كلها أمور فيها تحفيز وتشجيع للسلوكيات الإيجابية والتركيز على السلوكيات الإيجابية، نحن كده وصلنا تقريبا منتصف البرنامج، والمنتصف الثاني حناخد فيه استراتيجيات أخرى لإخماد السلوكيات السلبية. طيب، مثل العقاب، مثل تحمل العواقب وما إلى ذلك. فإن شاء الله خلال الأسبوعين القادمة حناخد هذه الاستراتيجيات الأخرى. المكافآت المادية والمعنوية بشكل عام من أهم الأشياء اللي نستخدمها مع أطفالنا، حتى لو كان عندهم اضطرابات شديدة، اضطرابات سلوكية شديدة، وبتجيب نتائج بشكل مبهر وكبير جدا. وأذكر لكم مثال بسيط، إن نحن ذكرنا في أحد الجلسات الماضية إنه الجماعة اللي يتعاملوا مع الحيوانات اللي تستخدم في العروض، زي كلها تستخدم في العروض، ما يعني الفيلة والأسود والدلافين وما إلى ذلك، يستخدم فيها هذا، يكيفوها بشكل مباشر وكبير جدا بناء على المكافأة. يعني يسووا عمل يعطوهم مكافأة، أي عمل جيد يسووه، إذا يبغوهم يسووه يكرروا معاهم هذا الأمر إلى أن يربطوا الإشارة بالفعل والمكافأة. طيب، نحن أبناءنا أكرم من أن يقاس بهم المثل بهذا الأمر، لكن أنا بدي أعطيكم فكرة قديش هذا الموضوع مهم جدا، وقديش نقدر نستخدم هذا الموضوع في تشكيل سلوكيات أبنائنا. عليكم السلام ورحمة الله. تشكيلها بشكل جيد إلى الحاجة الأفضل، تعزيز السلوكيات الإيجابية في أبنائنا. طيب، درس اليوم أو جلسة اليوم راح تكون دسمة شوية، المعلومات اللي فيها كثيرة، يمكن ما حتكون زي الجلسة الماضية فيها نقاش مفتوح بشكل عام، لكن أنا أطلب منكم يعني إذا صار في سؤال أوكي، إذا ما صار في فرصة أكتبوا أسئلتكم في آخر الجلسة، نناقش يعني نعطي مساحة أكبر للأسئلة. طيب، الأستاذة كذلك إسراء هي عمدة هذه الاستراتيجية، فراح يكون لها إن شاء الله مداخلات كبيرة اليوم. المكافآت المادية هي أشياء عينية، مثل الهدايا، مثل الامتيازات، مثل الملصقات، الاحتفالات، أو زيارة شخص، أو قضاء وقت أطول مع قريب، مع حبيب إلى آخره، مع صديق، ويفضل استخدامها لتشجيع الطفل للوصول لهدف يحتاج إلى جهد كبير للوصول إليه. نحن نستخدم هذه المكافآت باستمرار. طيب، مثلاً بعض الأطفال على عمر 2 و3 هو مستعمل الحمام، فإذا أنجزوا استعمال الحمام، يعني إحنا نبدأ اليوم وبكرة وبعد وبعد إلين يولف الطفل إنه يربط
مثلا ذهابه للحمام بالشعور اللي يجي شعور الاحتياج، فهذا حياخذ له يوم اسبوع اسبوعين استعمالا المكافآت في هذا الامر، ثم بعد الوصول الى الهدف تماما نحتفل. هذا يعني هذا من اهم اساليب استخدام المكافآت الماديه. وهذا لا يعني اننا لما ندي مكافأة مادية اننا نوقف باقي المكافآت، لا، المكافآت بانواعها تكون مستمرة. يعني هو اذا انجز في تعلم الحمام لا يعني انه في الاشياء الاخرى خلاص نتركها ونركز على هذا الامر ونترك الاشياء الاخرى. طيب، المكافآت المعنوية هي كذلك نوع من المحفزات، وهي على نوعين. عندنا مكافآت تعاطفية زي الكلام اللي قلنا مسبقا، الضم، القبل، الحضن، التصفيق المشترك او حتى التصفيق المباشر، انك صفق لابنك، العناق، الابتسامه، التربيت على الظهر والكتفين، كلها اشياء معنويه تحسس الطفل بالانجاز، بالفخر، بالمشاركه في الاحتفال بالانجاز، او المدحيه زي لما نقول له عملك عظيم، انت شاطر، هذا شيء كويس، نحن نحبك عشان انت سويت كذا وكذا، نفس درس المدح والتشجيع اللي اخذناه في الجلسه الماضيه. ولذلك يفضل استخدامها باستمرار لتحفيز الطفل على الاستمرار في خطوات صغيرة للوصول إلى هدف كبير. كل ما أنجز كلمة، كل ما أنجز خطوة، نصفق له ونشجعه ونمدحه ونحط له مكافأة مادية ونحط له مكافأة معنوية عشان الهدف الكبير اللي هو نحن حددناه مسبقا ونبغى الطفل يوصل له. أوكي، حناخد بعض التفاصيل في كيف نستخدم المكافآت المادية. يعني عندنا طريقتين. الطريقة الأولى إما أني أنا أجيب مكافأة مباشرة كده وأعطي له هي لمن يسوي حاجة. المثال المذكور، حسام أنت تستحق مكافأة لأنك جلست بهدوء في مقعدك في السيارة، فإما المكافأة عندي موجودة تفضل، أو أني يلا نروح نشتريها الآن، فأنا أروح أشتريها، تبغى هذه؟ إيه، وهذه مكافأتك لأنك أنت جلست بهدوء في السيارة، واضح. طيب، هذه الطريقة متى استخدمها؟ متى تكون نافعة؟ لما هو يجلس بهدوء بدون ما أنا أتكلم معه، بدون ما أنا أطلبه. طيب، في بعض الأبناء يعني هم عندهم مبادرات جميلة ورائعة جدا، يبدأ يشارك أخوانه، يبدأ ينتبه لأخوانه الصغار، يبدأ يساعد أمه في المطبخ، يبدأ بدون طلب، بس هو كذا فطرة ساقته إلى هذا الأمر. عشان أنا أعزز هذا السلوك، أنتبه له وأعززه، أعطيه مكافأة مباشرة، وأعطيه المرة الثانية أسويه أعطيه مكافأة مباشرة، وهكذا. وهذا ينفع مع الأطفال خصوصاً قبل سن المدرسة، 4 سنين 5 سنين، لما يبدأ يتعلم أنه يسوي سلوكيات إيجابية، وإن كان منبعها أصلاً التقليد، الأساس منبعها التقليد، لكن أنا أشجعه عشان يستمر في هذا العمل. وهذا إذا فكرنا في قاعدة جذب الانتباه، فأنا بألفت انتباه الطفل اللي أنا منتبه لأفعالك اللي بتسويها الحسنة والكويسة وقاعد أكافئك عليها. طيب، وفي طريقة ثانية، إني أنا أجلس مع الطفل مسبقا وأقول له خلينا نتفق على هذا السلوك المعين اللي أنت سويته ونشتري له هدية. إيش تبغى أنت هدية؟ أنا أحب كذا، أنا أحب كذا، أنا أحب كذا. أوكي، خلاص، نتفق على هذه الهدايا ونجهزها مسبقا، وبعدين نطلب من الطفل إنه يقوم بهذه السلوكيات. طيب، هذا النوع من هذا الأسلوب من المكافآت ينفع لزيادة عمل السلوكيات قليلة الحدوث. طيب، يعني أبنائي دائما يتعاركوا في لعبة، يتعاركوا على مين الأول، سباق، مدري إيش، ودائما يصير بينهم صدامات. إيش السلوك القليل هنا؟ إنهم ما يتعاركوا. طيب، بس ما يتعاركوا معناها حيقعدوا كده، صح؟ لازم أنا أجيب سلوك وأحطه مكان المعاركة هذه. طيب، فلنفرض مثلاً إن السلوك إنك تشارك أخوك اللعبة، فأنا أجيب السلوك هذا المشاركة في الألعاب مع قلة العراك، يعني المشاركة تدخل مكان العراك، تزاحم العراك. طيب، أنا أجي أقول له كل مرة تشارك أخوك في لعبة حنجيب لك هدية، الهدية دي اللي احنا متفقين عليها مسبقا. فهو يربط الآن السلوك مع الهدية، طيب، مع السلوك يربط الجائزة أو المكافأة
مع السلوك، مع السلوك الإيجابي وليس مع العراك. فأنا قاعد أعمل له تحويل انتباه من سلوك العراك إلى سلوك المشاركة واللعب بهدوء وما إلى ذلك. طيب، فإذا اتفقت معه على السلوك وجلست معه بقول له شوف أنت وأخوك دائما تتضاربوا، وهذه المضاربة بتزعجني أنا، ولما أنا أنزعج بزعل، ولما نزعل بعاقبك، صح ولا لا؟ نعم. طيب أنت مبسوط أنك قاعد تتضارب مع أخوك طول الوقت؟ لا. أنا كمان ماني مبسوط، إذن لازم نسوي اتفاق الآن عشان نحن الاثنين نصير مبسوطين. كل مرة تشارك فيها أخوك أو تلعب معاه بهدوء أو كذا أو بدون عراك، لك الهدية وانت اللي راح تختارها. يلا تعال، ايش تبغى؟ ابغى كذا، ابغى كذا، ابغى كذا. خلاص نختار واحدة ونتفق على هذه الاستراتيجية، اننا لو سوينا هذا ما سوينا هذا تجي الهدية. فيبدأ الطفل بعدها يزود سلوك المشاركة، يزود سلوك الهدوء، يزود سلوك اللعب بدون إزعاج مثلا. طيب، وينميه، لأنه في باله الهدية اللي احنا اتفقنا عليها، وفي باله هذا الاتفاق يصير موجود. فنحن نحدد قائمة الجوائز المراد الحصول عليها بالاشتراك مع الطفل، وبعدين نتفق مثلا انه كل 10-15 دقيقة تمر بينكم بدون عراك راح تحصلون على هذه الجائزة، او راح تحصلون على نقطة وهذه النقطة تخولكم الحصول على الجائزة، او راح تحصلون على ملصق، وهذا الملصق اذا جمعنا مثلا 15 دقيقة 30 دقيقة ملصقين في الساعة، 4 ملصقات في اليوم على ساعتين اللي هي وقت راحتي انا مثلا، على آخر الأسبوع حيصير عندهم 10 ملصقات، هذه تخولهم إنهم يحصلوا على الهدية اللي اتفقنا عليها مسبقا. طيب، ويفضل إننا نعمل مثلا جدول، ويكون الجدول في مكان الجميع يطالع فيه، وكل مرة ما يسووا نحط لهم ستيكر، عليكم السلام ورحمة الله، أو ملصق، وبعدين كل يوم تشجعوا إنهم يعيدوا هذا السلوك باستمرار للحصول على الجائزة. طيب، الطفل الصغير يمكن ما يوصل عنده مفهوم اني استنى واحسب واعد لين اوصل اخر الاسبوع وكذا، عملية معقدة بالنسبة له، خصوصا لما يكون عمره 4 سنوات 5 سنوات 3 سنوات، فهذا ينفع معاه جوائز مباشرة، ينفع معاه جوائز، ممكن الملصق نفسه يكون هو الهدية حقته، خلاص هو يكتفي بذلك. مرة نعطيه وجه باسم، مرة نعطيه نجمة صغيرة، مرة نعطيه نجمة كبيرة، مرة نجمة خضراء، مرة نجمة زرقاء، مرة نجمة تلمع، ونعلق له هي ونقول هذا وسام الطفل الهادئ، هذا وسام الطفل اللي كذا، ويصير مبسوط عليه طول اليوم رايح جاي. طيب، أنا أبغاكم تأخذوا صور من هذا السلايد والسلايد اللي بعده، لأنه هذه مجموعة من المكافآت. مهم جدا إننا لما نكافئ أبنائنا يكون عندنا هذا التصور، ليس بالضرورة هي، ولكن تساعدكم في اختيار المكافأة بشكل جيد. طيب، لأنه بعض الآباء ما يعرف كيف يكافئ أبنائه، ما يعرف، أو ما يعرف إيش الهدية المناسبة لأبنائه. فأنا أبنائي على عمر 4 سنوات 5 سنوات 7 سنوات أروح أجيب لهم آيفون برو 14 مدري 15 ولا آخر صيحة في الآيفون، هو ما يعني كأب هذا أفضل شيء عنده، وبعطي أبنائي أفضل شيء، وما راح يعني ما راح أبخل عليهم. هذا منطق، ولكن التطبيق ما ينفع بهذا الشكل، لأنه الطفل ما راح يقدر القيمة هذه اللي أنت حاططها في راسك بهذا الشكل. هو يعني اهتماماته مختلفة تماما. يعني أنا أقضي وقت مع ابني 10 دقائق ألعب معه، بالنسبة له أفضل من إني أجيب له آيفون. الايفون لا يعني له شيئا، يعني في يوم من الايام راح ينكسر ولا حيعرف قيمته. طيب، انا اشاركه مثلا اني لما نطلع اليوم البر، ايش تبى ناكل؟ ايش تبانا نلعب؟ نجيب معنا كوره، نجيب معنا دراجه، ونطلع البر ونروح نغرز، ونروح نطلع في الرمال، ونجيب اللوح اللي نتزلج عليه، وايش رايك ناخذ اللوح الاصفر ولا اللوح الاحمر؟ هذا يحسس الطفل بقيمته اكثر من انك تجيب له لابتوب مثلا، أو كمبيوتر، أو الجوائز اللي نحن دائما نعطيها أبنائنا
بدون علم إنه هذه الجوائز تعطي ردة فعل عكسية. هذا برضو نوع ثاني من المكافآت. أنا ممكن أعطيه امتيازات داخل المنزل وممكن أعطيه ممارسة نشاطات خارج المنزل، اختيار وجبة مع العائلة، إيش تبانا ناكل اليوم، ها هارديز ولا ناندوز. وهذه ما هي دعاية لهم طبعا، لكن كونه يختار وجبة معانا، نبي نروح مطعم يختار إننا بناكل رز ولا دجاج، اختار إننا بنفطر كورن فليكس ولا، طيب أوكي هو يحب الكورن فليكس، أجيب له الكورن فليكس أبو شوكولاتة ولا الكورن فليكس أبو ألوان. هذا يحسس الطفل قيمة أكثر، حتى لو كان عمره 10 سنوات 12 سنة يتقبل هذا الأمر، حتى لو كان عنده ADHD أو كان عنده إلا يكون. طبعا أنا ما أركز كثير على أني أكرر لفظة ADHD لأني أنا أبغاكم تأخذوا هذه الاستراتيجيات لكم وللزمن، وهي تنفع للطفل اللي عنده ADHD والطفل اللي ما عنده ADHD. طيب لذلك أنا ما أكرر دائما ADHD. رحلة إلى المنتزه، قضاء الليلة في بيت الأجداد، إيش رأيك نروح عند جدك نبيت عنده الليلة، حينبسط حيطير بالفرح صح ولا لا؟ بينما بالنسبة لك هذا أمر عادي، ترى عند أمك ولا رايح عند أبوك، وإنت بايت عندهم لك 30 سنة قبل كده، ما تفرق معك، لكن هو تعني له شيء، هو تعني له شيء، شيء كبير جدا، وكونك أنت كافأته عليه. طيب فهذه ممارسة نشاطات داخل المنزل وخارج المنزل تساعدكم في تحديد مستوى الجائزة اللي راح أشاركها مع طفلي. طيب تذكر دائما أنه إشراك الطفل في اختيار الجائزة مهم جدا، وابحث عن الأشياء اللي هو يحبها، الطفل يحب هذه الأشياء هي اللي نحطها من ضمن الجائزات من ضمن الجوائز، ونصير واضحين ودقيقين في السلوك المستهدف، إننا نحن نبي نستهدف المشاركة، نبي نستهدف اللعب بهدوء وليس العراك فقط. طيب ونبدأ بخطوات صغيرة لضمان الاستمرارية. أضيف شيء؟ أنا حابة أضيف شيء بالنسبة للمكافآت. ضروري جدا نعرف أنه المكافأة تكون دايركت بعد السلوك، يعني ما ينفع يسوي السلوك الآن أنا جالسة أدربه أنه يفرش أسنانه، خلص تفريش أسنانه أروح أعطيها إياه بعد 10 دقائق، هذا جدا ما يساعدنا أن السلوك يستمر. إذا كان السلوك، إحنا متى نستعمل مكافآت؟ لما بنبدأ مهارة جديدة، لما عندنا مهارة ضعيفة ونبي نقويها، لما يكون السلوك هذا جديد ولسه بادي مع الطفل، لازم أنا يكون المعزز مباشر بعد السلوك مباشرة. تأخير المعزز يهز الثقة بيننا وبين الطفل، الطفل ما هو عارف أنت عطيته المعزز عشان سوى هذا الشيء ولا عشانك راضي على أشياء كثيرة هو سواها. فضروري جدا تكون بعد السلوك مباشرة، وضروري جدا لما نجي نختار المعزز، المعزز ما يكون متوفر دائما عند الطفل، أحيانا الأطفال الصغار اللي أعمارهم أقل من 5 يكون معززة مثلا المادي نوع من أنواع الحلاوة. طب هو طول اليوم يأكل حلاوة، كيف يكون هذا المعزز قوي بالنسبة له؟ لازم يكون المعزز ما هو متوفر للطفل دائما، يكون شيء يحصل عليه بكميات قليلة بحيث ما يكون عند الطفل إشباع لهذا المعزز. إذا كان الطفل متشبع منه ما راح يستفيد منه بالأخير، لأنه هو يحصل عليه دائما وفي أوقات كثيرة، حتى لو ما كان يحصل عليه دائما لكن ممكن هو يحصل عليه 3 مرات في اليوم بدون ما يسوي أي شيء ثاني، يعني ياخذ شوكولات 3 مرات باليوم كسناك. طب أنا لما أجي أعزز أو أعطيه الشوكولات هذا بعد ما يسوي شيء كويس، كيف راح يكون بالنسبة له قيمة عنده وهو أساساً قدر يحصل عليه مجاناً؟ فإحنا دائماً نحط في بالنا أنه ما في أحد يشتغل مجاناً، حتى إحنا ما نروح الدوام عشان ما نستلم راتب، إحنا نروح الدوام عشان ناخذ راتب بالأخير. فهم كذلك لما يسوون سلوك لازم يحصلون عليه شيء بالمقابل، فإحنا لازم نعرف متى نعطيه السلوك هذا وإيش الكمية اللي نعطيها إياه. يعني أنا ما ينفع أعطيه كمية كبيرة فهو يتشبع منه، فبالتالي لما يسوي مرة ثانية وأجي أعطيه ما رح يكون بالنسبة له قيمة لأنه تشبع منه أساسا، ما رح يكون زي قيمته لما يحصل عليه أول مرة. أي ممتاز. أنت تقريبا تكلمت عن 3 أو 4 من النقاط الموجودة هنا، هذه ضمانات نجاح طريقة المكافآت المادية. عشان أنا أضمن أنه قاعد أسوي شغل وقاعد أتطور، دائما يكون اختيار جائزة تكون محفزة للطفل وتكون المهمة سهلة. يعني مثلا ما أطلب منه أنه يجلس في البيت 6 ساعات بدون ما يسوي أي شيء عشان أعطيه معزز حلاوة مثلا،
معليش تو ماتش، 6 ساعات مرة كثير على طفل عمره 4 سنين، على طفل عمره 10 سنين، على طفل عمره 14 سنة. طيب، فلازم تكون المهمة سهلة وممتعة، ونتابع الجدول على الملصقات. إذا كنا هنعطيه مثلا على كل نص ساعة ملصق، أو على كل ساعة ملصق، أو على كل مهمة ملصق، فلازم المتابعة هذه تكون دقيقة، بحيث أنه متى ما أنجز العمل نعطيه الملصق مباشرة، وهذا اللي ذكرته الأستاذة. كن مثابرا وأعطي الجوائز مباشرة، وأجري تعديلا على الشروط. أوكي، نحن سوينا اتفاق في البداية وحطينا شروط معينة، إذا التزمت بيها كملنا. طيب، مع الوقت اتضح أنه هذه الشروط نحتاج نغيرها، ما في مشكلة، نجلس أنا والطفل ونعيد عليها. الجوائز، هو كان أول يفضل هذه الجائزة، بس الآن لا والله، راح مثلا عند جدته، شاف ابن عمته عنده جائزة مختلفة فعجبته فيبي يضيفها، ما في مانع نجلس ونناقش ونشوف هذه الجائزة هل هي مستاهلة تكون تنحط أم لا. فتعديل الاتفاقية يكون قابل للحصول، ونحط حدود على السلوكيات اللي يحصل معها الطفل على الحوافز، وهذه مهمة جدا، لأنه بعض الأطفال راح يضغط بشكل أو بآخر للحصول على الحوافز حتى بدون العمل. لا، نحن اتفقنا أنك تسوي بعدين تأخذ. طيب، ليش نحن نسوي هذا الأمر؟ الهدف من هذا البرنامج هو تعليم الطفل تحمل المسؤولية الناتجة عن تصرفاته من سن صغيرة، حتى نقدر نبدأ مع سن 2.5 3 سنوات يفهم، 2 أحيانا يفهم، يعني بعض الأطفال ما شاء الله يجوا نابغين، يعني من عمر 2 وهو يعرف يربط العمل بالنتائج. فإذا كان ابني يفهم هذا الأمر، أنا أعلمه يتحمل المسؤولية عن تصرفاته من هذا السن، حتى بما يناسبه بما يناسب سنه، حتى من أعمار أصغر. إحنا لو ندقق في تصرفاتنا بأعمار أصغر، لما يكون عمر طفلي 1 سنة مثلا وأبدأ أعلمه كيف يصفق، لما كل مرة يصفق وأنا أقول له واو أو ياي، على طول هو راح يصفق المرة اللي بعدها، ليه؟ أنا أعطيته معزز معنوي الآن. فحتى الأطفال على أعمار أصغر هم فاهمين سياسة المعززات، فالمعززات هي أقوى شيء إحنا ممكن نستعمله مع أبنائنا، لأنه يفهمونا من أعمار صغيرة جدا. يعني الطفل عمره من 9 أشهر لما يبدأ إنه يصفق بدينه، لما يبدأ يسوي باي، كل مرة أنا أعززه فيها راح يعيد لي السلوك مرة ثانية. فبالتالي الأطفال عندهم تاريخ جدا جيد مع المعززات، لكن ضروري جدا إحنا نعرف كيف نستعملها معهم. طيب، كن دقيقا. أسس استخدام المكافآت، عندنا أساسين رئيسية، الأول تحديد الأهداف، والثاني اختيار المكافآت، لكن كل واحد فيهم تحته مجموعة من النقاط راح نمشي عليها يعني واحدة واحدة إن شاء الله. تحديد الأهداف، نكون دقيقين في تحديد السلوك المطلوب استهدافه عشان يحصل على الجائزة، ونبدأ بخطوات صغيرة زي ما ذكرنا، ونسرع الخطوات بشكل مناسب، بمعنى أني لو من عامل طفل أقول له كل 5 دقائق، مو زي لما يعني طفل صغير، مو زي لما طفل كبير أحتاج منه كل نص ساعة أو ساعة. وكذلك مع الوقت لما يتقن المهارة لابد أني أباعد في الوقت شوية، بدل ما هي 5 دقائق بتصير 10 دقائق، بدل ما هي 10 دقائق بتصير ربع ساعة، وهكذا راح ناخذ فيها تفاصيل، ونختار عدد السلوكيات المستهدفة بعناية، ونركز دائما على السلوك الإيجابي، نركز دائما على السلوك الإيجابي، لأنه معظم الآباء يجوا في العيادة يقول طفلي عنيد، وطفلي ما يسمع الكلام، وطفلي فيه، وطفلي يخطي، كل التركيز على سلوكيات سلبية. طيب، لو سألناك إيش الإيجابيات اللي في ابنك، إيش الإيجابيات اللي في بنتك، يمكن أنت تلاحظ أنه أنا عمري أصلاً ما طالعت في إيجابياتها، مع أنها مثلاً تصحى من النوم ترتب سريرها لوحدها، مع أنها تفرش أسنانها لوحدها، مع أنها تغسل نفسها أو تتروش أو تستحمى أو تفعل أو تترك أشياء كثير لوحدها، لكن تركيزنا على السلوكيات السلبية هو اللي بيخليها تتفاقم وتزيد، لأنها هي اللي بتجذب انتباهنا، بينما السلوكيات الإيجابية للأسف لا. اختيار المكافآت، نختار جوائز رخيصة، نشرك الطفل في إعداد البرنامج، ونستخدم المكافآت المادية لإنجازاته اليومية، ونفصل بين المكافآت والعقاب. طيب، نحسب جوائز يومية أو أسبوعية حسب سلوك، حسب سن الطفل، والسلوك المناسب أولا ثم المكافأة،
ونحن اللي نتحكم في البرنامج وليس الطفل. تتذكروا الهرم؟ وممكن أن يعني يمتد هذا النظام إلى المدرسة. نكلم المعلم، إذا كان المعلم يتجاوب ترى إذا سوى شيء كويس أعطيه استيكر، ونيجي نحسبه من ضمن الاستيكرات، ونجعل القائمة واضحة ونحط الجوائز بما يناسب عمر الطفل. طيب حنبدأ واحدة واحدة الآن. إيش رأيكم في تحديد هذا السلوك؟ إذا صرت شاطر مع أخوك أعطيك هدية، وهذا كلامنا نحن، نقول هذا الكلام لأبنائنا، خليك شاطر صح؟ طب هل هو إيش هو شاطر هذا؟ ها؟ لازم نفسر له إيش يعني شاطر. شاطر لها معاني كثيرة، لكن إذا صرت شاطر أعطيك هدية. طب إيش هي الهدية؟ هذا كلام عام كنا، فلا بد إننا نحدد السلوك اللي نبغاه يسويه ونحدد الهدية اللي حياخدها. إذا فعلت كذا مع أخوك مثلا حتحصل على ستيكر أو ملصق، خلاص هذه عبارة واضحة، فهو يفهم إنه يربط هذا السلوك بالهدية. إذا وقفت جنبي في السوبر ماركت ولم تصرخ ولم تجلس تحصل على ملصق، انتهى، عبارة واضحة صحيح؟ طيب كم مرة نروح السوبر ماركت؟ مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، حلو. فنحن برضو نحتاج نحدد السلوك قديش يصير في السوبر ماركت أو في غير السوبر ماركت. طيب هل نستهدف السلوك اللي يصير في السوبر ماركت ولا السلوك اللي يصير في البيت؟ أيهما يأخذ أولوية؟ طيب ابدأ بخطوات صغيرة نحو هدف كبير. كيف نسوي هذا الأمر؟ يعني ما نجعل السلوك المطلوب فوق طاقة الطفل، فوق قدرة الطفل، فوق مستوى استيعاب الطفل، طيب، ولكن نحن نجزئه إلى أشياء صغيرة جدا. إذا رحت معايا السوبر ماركت وأنا أعرف أني لما أروح أتسوق أجلس ساعة، فهل من المنطق أني أطلب منه يجلس في سوبر ماركت ما يصرخ ولا يجري عشان ملصق، وأنا قاعد معاه 45 دقيقة ومثلا هو عمره 3 سنين؟ مو منطق. 5 سنين منطق؟ لا. 10 سنين؟ أوكي. أبو 10 إذا بدأت معاه من عمر 3 بهذا المنطق، بدأنا معاه 5 دقائق وبعدين زودناها، لما يصير 10 سنين يكون خلاص هو مستوعب انه الجلوس، انه البقاء هادئا في سوبر ماركت راح يحصل معاه على ملصق او هديه معينه، يستوعب لانه اوريدي مشي في هذا الامر من عمره 3 سنوات والان هو 10 سنوات، استوعب الامر، استوعب المهاره واتقنها. نعم، بس 45 دقيقه اطلبها من طفل صغير ما تجي. كذلك ما كانت مباشره، يعني الملصق اكيد في البيت وهو جنبي الان واقف وما قاعد يجر أشياء، فلي أنا أجل أعطيه شيء لما يروح البيت، ليه ما أعطيه شيء الآن وحالي وفوري لأنه واقف جنبي وما لمس أشياء ثانية. وهذا مثل المكافآت المباشرة اللي بدأنا فيها في بداية الدرس، في بداية الجلسة. طيب كل ما حطيت الهدف مثلا 5 دقائق ملصق لمدة أسبوع، أتقن 5 دقائق وصار هادي، بعدين زودتها 10 دقائق ملصق لمدة أسبوع، حتى هو يعطيه فرصة أنه يشوف نفسه قاعد يجمع ملصقات كثيرة، كل 5 دقائق ملصق، بعد فترة اللوحة حقته تصير كلها وجه باسم أو كلها علامة صح خضراء أو كلها نجمة، حينبسط منها ويحس أنه سوى إنجاز كبير. وعلى آخر الأسبوع لما يأخذ هديته يكون مبسوط لأنه هذا نتيجة شغله. وبعدين كل ما يتقن المهارة نزود الوقت. طيب سرع الخطوة بشكل صحيح، هذا ذكرته الأستاذة إسراء قبل شوية، إنه لما تكون الخطوة سهلة وأنا قاعد أعطيه معزز كل شوية حتى لو كان أتقنها، أو حتى المعزز هذا كان بالنسبة له ويحصل عليه طوال الوقت، ما حيكون فيه ذيك الفائدة. طيب لكن مع الوقت أول شيء الخطوة تكون سهلة وفي المتناول ويحصل معها على الجائزة بشكل مباشر، ثم إذا أتقن السلوك نبدأ نوسع. طيب أتقن السلوك، كيف أتأكد أنه أتقن السلوك؟ الآن هو أتقن السلوك،
على الأقل في الأيام الأولى، بعدين أنا خليت من 5 إلى 10 دقائق فرضا. في الأسبوع الثاني وجدت يعني أفعال عكسية، ما يعني أنه طفلي لسه ما أتقن. إذا أتقن أول أسبوع، الأسبوع الثاني جيت أزود الوقت لقيته يأخذ ردات فعل عكسية، معناه أنه لسه ما أتقن، لازم أصبر عليه شوية، أعطيه أسبوع ثاني. فأنا لازم أسرع الخطوة بشكل جيد وبشكل صحيح، أتأكد أنه فعلا أتقن السلوك. طيب، وحتى إذا كانت من 5 إلى 10 دقائق بالنسبة له قفزة كبيرة، ممكن أخليها من 5 إلى 7 دقائق عشان أتأكد أنه فعلا أتقن السلوك. طيب، اختر عدد السلوكيات المستهدفة بعناية. أحيانا أنا أشوف طفلي ملاك يسوي كل الأشياء في وقت واحد، أبغى ينفذ الأوامر بشكل مستمر، أبغى يستمع للوالدين دون نقاش، ما يرفع صوته ويلعب بهدوء ويشارك اللعب مع أخوانه ويروح عون تايم على البيت على السرير ويصحى، ولما يصحى زي الألف يروح مثلا على دورة المياه الله يكرمكم وينظف نفسه كويس طب هذا كله متى يسويه؟ يعني متى حيتعلم هذه الأشياء كلها كده بدون شيء؟ لا، ما ينفع، لابد أني أحدد سلوك معين وأختار السلوك اللي أنا أبغاه يسويه بعناية، لأنه هذا السلوك هو اللي راح نشتغل عليه. فعندي أولويات في السلوكيات المطلوب تعديلها من الطفل، وبعدين نجلس معاه ونتفق معاه على استهداف هذا السلوك، وبعدين نبدأ نشتغل عليه. ومن تجربتي مع الآباء والأمهات اللي يجوا في العيادة، يحطوا قائمة مثلا من 7 سلوكيات يريدون استهدافها، يبدأوا يشتغلوا في القائمة الأولى، نجحنا في العمل الأول انتقلنا إلى العمل الثاني، ونحن ماشيين في العمل الثاني نلقى السلوك رقم 7 اختفى، ونحن ماشيين نلقى السلوك رقم 5 اختفى، خلاص شطبناه من القائمة حطينا سلوك ثاني. طيب، وهذا اللي قاعد يصير، إن لما نختار السلوكيات بعناية نختار السلوكيات الأكثر إزعاجا الأكبر استهدافا، نحن نحتاج إنه هذا السلوك يسبب أزمة الآن، لابد إننا نحطه في القائمة الأولى، وبعدين نبدأ نقسمه إلى أجزاء صغيرة ونبدأ نشتغل عليه جزء جزء. طيب، مع الوقت حتلاحظوا، أو أنا شخصيا من تجربتي، ما أدري أستاذة إسراء إذا واجهت هذا الأمر، بس أنا في تجربتي لما نعلم الوالدين في العيادة هذا السلوك يجوني بردة فعل هكذا، والله بدأنا قبل شهر في استهداف، وضعنا قائمة من 10 سلوكيات، بدأنا نستهدف السلوك الأول والثاني الثالث، 5 الأخيرة اتمسحت خلاص، ما عاد يسويها الطفل. ما يعني أنه صار فيه انعكاس إيجابي للسلوكيات، خلاص الطفل انتبه الآن تماما للسلوكيات الإيجابية ونسي السلوكيات السلبية اللي كانوا هم يشوفوها منه باستمرار. وطالما أنه السلوكيات الإيجابية لفتت انتباه الوالدين، خلاص أنا هذا اللي أبغاه، طالما أنه بينتبهوا لي أنا هذا اللي أبغاه. أنا حابة أضيف شيء. إحنا عادة المشكلة اللي نواجهها مع الأهالي إنه إحنا مستهدفين الآن سلوك معين، إنه الطفل مثلاً يجمع ألعابه بعد ما يخلص لعب. هو جمع ألعاب بعد ما خلص لعب، لكن يجي الأب ويشوف السرير مو مرتب. أنت ما رتبت سريرك، خلص أنا ما أعزز على السلوك اللي أنا مستهدفته حالياً لأنه ما رتب سريره. فنخلط دائماً بين المهارات مع بعض، وهذا الشيء جداً غلط. أنا الآن ما لي علاقة بأي شيء ثاني يسويه. لو كسر التلفزيون لكن جمع ألعابه، رح أعزز على تجميع ألعابه. لذلك لازم يكون دايركت بعد تجميع الألعاب أعززه عشان ما يكون عنده مجال إنه يسوي سلوك ثاني، فبالتالي أنا أعززه بعد السلوك الآخر. فلازم يكون دايركت بعد السلوك اللي أنا معززته، لو إيش ما سوى شيء ثاني حوله ما له علاقة بهذا السلوك، إحنا نعززه مباشرة بعد السلوك اللي أنا أبغاه وأبغاه يكون قوي عنده. السلوك الآخر اللي سواه مو كويس، هذا له خطة ثانية واستراتيجيات أخرى. لكن السلوك اللي أنا أبغاه يكون قوي، ضروري جدا أكون واضحة مع الطفل معاه ومباشرة أعززه بعده بعد انتهائه. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي هي نقطة إنه أنا أحدد قائمة سلوكيات، وبالتالي في سلوكيات من اللي أو أهداف حطيناها تحت نكون حققناها لما نبدأ مع أول هدفين. إحنا دائما لما نبدأ مع الطفل ونحققه 1 و2 و3 يكون عند الطفل قدرة على أنه يعمم الأشياء اللي تعلمها بالهدف 1 و2 و3، فبالتالي تظهر عندي مهارات اللي هي 4 و5 و6.
فيوصل لها قبل ما أنا أدرب عليها. إذا كنت أنا دربته على 1 و2 و3 بشكل صحيح رح يظهر معي 4 و5 و6. نعم جيد، يعني تأيدي كلامي في هذا الأمر. أيوة نعم. طيب. لكن مو كل الأطفال يظهر معهم هذا الشيء. نعم مو كل الأطفال. لا يعني أنه الأطفال اللي ما ظهر معهم هذا الشيء أنه عندهم مشكلة، لأنه في أطفال لازم تكون دايركت معهم بالتدريب وبالتعليم عشان يظهر معهم هذه الأشياء اللي احنا نبغاها تظهر. والفروقات بين الأطفال دائما معروفة، طفل يحتاج وقت أطول، طفل القطها كده بسرعة، وعندنا كلنا أبناء ونعرف هذا الأمر ونشوفه في التعامل ما بينهم بالفروقات اللي عندهم. كل طفل له فروقات، يعني له إمكانيات تختلف عن الطفل الآخر. فنحن دائما لما نحدد هدف نشوف كم مرة هذا السلوك يتكرر في البيت، قد إيش هذا السلوك مزعج وليش أنا أحطه أول واحد، لأني أبغى من وراء أشياء معينة تكون واضحة بالنسبة لي. طيب هل تبى تستهدف استعمال الفرشاة الأسنان ولا تبى تستهدف سلوك البكاء طوال اليوم؟ واحد منهم يكون بالنسبة لي مزعج، كم مرة يتكرر؟ طبعا البكاء طوال اليوم هذا انت تتكلم عن حاجة 24 ساعة تقريبا، بينما فرشة الأسنان هو يفرش على أقصى حتى 3 مرات في اليوم بعد الوجبة. إذا قلنا بعد كل وجبة و3 وجبات فهي 3 مرات. طب مين أولى بالنسبة لي، هذا أم هذا؟ وبعدين هذا السلوك مع مستوى عمر الطفل لابد أن يكون يعني أحدد بما يناسب عمر الطفل. ما يجي طفل صغير وأعطيه مثلا وقت كبير أو تكرار عدد مرات تكرار كبيرة خصوصا في البداية. وبعدين أنا شخصيا لازم أحدد مدى قدرتي على مراقبة العمل. إذا أنا طول الوقت ماني في البيت مين يراقب؟ طب كيف أعطي استيكر على الشيء ده سواه وأنا مو موجود في البيت؟ طب كم مرة أنا أقدر أراقبه عشان يسوي هذا السلوك عشان أعززه عنده؟ أنا أكون متعب مجهد ماني موجود عندي عمل، بعض الأعمال تمتد يعني للأسف إننا نأخذها من مكان العمل نجي نكملها في البيت، وهذه طبعا من السلوكيات اللي لابد ننتبه لها لأنها قاعدة تزاحم حق الأولاد، قاعد تزاحم حق الطفل. فالطفل ممكن يطلع سلوكيات معينة لأنه يبي يلفت انتباهك له، أنت جاي 8 ساعات في الدوام وساعتين في الطريق 10 ساعات، دخلت البيت كمان تبي تشتغل، طب أنا متى يجي حقي؟ طيب فلازم نحن نعرف قدرتنا نحن على مراقبة هذا الأمر. طيب ركز على السلوك الإيجابي، معظم الآباء يركز على السلوك السلبي، أعتقد أننا قلنا هذا الكلام. شوف المثال، لك مكافأة إذا مضى عليكما ساعة ولم تتعارك مع أخوك. طيب مضت ساعة وهم جالسين بهدوء، أخذوا المكافأة رجعوا يتعاركوا مرة تانية، إيش اللي حصل في هذا المثال؟ ركزنا على السلوك السلبي وهم بطلوا السلوك السلبي ما تعاركوا، صح؟ جالسين كده هادئين وماسكين نفسهم عشان المكافأة تستاهل، يعني مثلا وجبة من كودو وهم يحبوا كودو مرة فماسكين نفسهم ساعة، أخذوا الوجبة من هنا رجعوا تاني تعاركوا. فأنا أجي أقول ما في فائدة من هذا النظام أو من هذا الأسلوب في تغيير سلوكية الابن، وهذا تطبيق هنا في مشكلة في تطبيقه لأني أنا ركزت على السلوك السلبي بدون ما أحط بديل إيجابي. لابد من البديل الإيجابي اللي يزاحم السلوك السلبي، فلذلك ما أستبعد أنهم يرجعوا مرة تانية يتعارفوا. طيب لكن مع وجود سلوكيات إيجابية تحل محل السلوكيات السلبية، أنا ضربت هنا عصفورين بحجر. طيب ستحصلان على ملصق للدلفين الأزرق إذا شاركت أخوك اللعبة وما تعاركت كل 15 دقيقة. كل 15 دقيقة تعدي ما في عراك وفي مشاركة، هذا استيكر حق الدلفين الأزرق، هم يحبوا الدلافين، ونحن قد اتفقنا مسبقا على هذا النوع من الملصق. على نهاية الأسبوع جمعوا 15 20 40 دلفين، نروح نوريهم الدلفين الحقيقي في الأكواريوم. في الرياض ما في أكواريوم صح؟ في كويس في له دلافين؟ كويس في أكواريوم في بوليفارد، ما كنت أدري والله، كنت بقول لكم خدوهم على جدة كسب الخطوط السعودية الطيران. طيب اختيار جوائز رخيصة السعر،
عجبتني هذه العبارة حتى لا تعلن إفلاسك مبكرا، لأنك لما تشتري آيفون بسبعة آلاف أو تسعة آلاف ريال وبعدين يتكسر وتروح تشتري آيباد غيره بخمسة آلاف ريال يتكسر وتروح تشتري آيباد ولا تابلت بمدري كم ألف ريال، خلاص على آخر الشهر تصير مفلس. لكن اختيار الجوائز، ونحن حنرجع للناس يعني بعض الأباء اللي وصلوا المتأخرين، فات عليكم سلايدين في مجموعة من الجوائز حنرجع لها إن شاء الله آخر الجلسة. طيب، وكمان الجوائز غالية الثمن تفسد الطفل ويصير مادي، طيب، ويصير ما يفكر إلا بهذا الأمر، إذا أعطيتني أسوي، ما أعطيتني ما نمسوي. وكل مرة الطفل يكون سقفه أعلى، لكن مو كل مرة حيكون جيبك قادر إنه يطلع للسقف الأعلى، صح؟ فهذه النقطة لازم ننتبه لها كويس. ونحن ممكن حتى نحط حد لسعر الجائزة، ممكن نحط حد لوقت الجائزة، ممكن نحط حد هل تناسب الجائزة العمل أم لا؟ يعني هنا فيها مقارنة. طبعا هذه نحن قاعدين نفكر فيها مع الطفل عشان نشاركه اختيار الجائزة، بس هذه كمان مهارات الطفل قاعد يتعلمها حتى لو نحن ما ركزنا عليها ونحن قاعدين نعلمه، بس كونه يجلس معنا ويناقش وهذه الجائزة تنفع لهذا السلوك وهذه الجائزة ما تنفع لهذا السلوك، هذا يعطيه عنده مهارة المقارنات، مهارة التقدير، مهارة وضع الشيء في مكانه، الشيء الصحيح في المكان الصحيح، بدون ما نحن حتى نعطيها انتباه كبير. طيب، أنا حابة أضيف شيء بالنسبة للإلكترونيات. ممكن الآن الأطفال أكثر شيء بالنسبة لهم معزز هي الإلكترونيات، سواء الجوال، جيمز. ضروري جدا أنه إحنا نعرف إذا كانت هي قوية وهو يبغاها فعلا. يعني الآن في أحد منكم عياله ما يبي جوال؟ ما في أحد عياله ما يبي جوال، ما في أحد عياله ما يبي يشوف يوتيوب أو يلعب على جيمز. هذا شيء كويس، هو يبغى شيء والشيء هذا يبغى، فأنا ضروري أستعمله بطريقة صحيحة. هو يبغى الجوال، أوكي راح تأخذ الجوال بعد ما تسوي هذا الشيء، سوى هذا الشيء خذ الجوال، لكن عندك وقت معين. والآن الآيفون والأجهزة الثانية كلها فيها نظام إنه هو راح يقفل بعد خمس دقائق مثلاً أو عشر دقائق، لكن ضروري جداً إنه أنا ما أخليها بيد على طول. عنده جوال، أنا أستعمل الجوال كمعزز بالنسبة لي أنا، بدل ما يكون عنده طول اليوم أنا أستعمله مع السلوكيات اللي أنا أبغى أستهدفها، راح أعطيه بعد ما يسوي هذا السلوك لمدة خمس دقائق بعدين راح أسحبه منها. الشيء الوحيد اللي إحنا ممكن نعاني منه إنه بعد ما أسحبه راح ندخل في نوبات بكاء ورفض، لكن هذا الشيء بالبداية راح يكون، مع الاستمرارية راح يقل هذا الشيء، راح يعرف إنه أنا مجرد ما تخلص الخمس دقائق هو راح يعطيك الجوال من نفسه. ممتاز. وممكن نتذكر من هذا الكلام وقت اللعب في الجلسة الأولى، لما قلنا لما نبدأ باقي عشر دقائق، ترى المدة مثلا نصف ساعة أو خمس دقائق، عد دقيقتين، باقي دقيقتين، باقي دقيقة، باقي 30 ثانية، باقي 15 ثانية، انتهى الوقت. هذه مهارة ممكن نضيفها هنا في هذا المكان عشان يسلم هو طواعية، خلاص انتهى الوقت، انتهى الوقت، لأنه هو يعرف أنه في كل مرة يقوم بها بسلوك إيجابي راح تعطيه الجوال، فانتهى الوقت الآن في وقت ثاني، فحراح يحرص أنه يسوي السلوك عشان يحصل على الجائزة. طيب، أعطيناه خمس دقائق جوال، خمس دقائق جوال، خمس دقائق جوال، على آخر الأسبوع تشبع من الجوال. ننتقل إلى المهارة الثانية، أننا لازم نزود الوقت أو نجيب ملصقات، كل ما تحصل على عدد معين من الملصقات تأخذ الجوال على نفس السلوك، تسوي السلوك خمسة مرات، خمسة ملصقات تأخذ جوال، بينما أول كان مع السلوك جوال، فهذا نوع برضو من المباعدة، لأنه نحن نبغى يستمر في السلوك بدون ما يعني حتى لو جاء الوقت خلاص رفعنا الجوال كجائزة، السلوك راح يصير مستمر. فكل ما باعدنا نحن بنعزز استمرار السلوك بشكل مباشر حتى بدون الحصول على جائزة. طيب، هل ينطبق على عمر 12 سنة؟ انت واتس يور سيستم، انت ايش سياستك بالجوال؟ هل هو عنده جوال كل الوقت؟ هل ينفع انه يكون معزز؟ اذا كان معاه كل الوقت ما راح ينفع انه انا استعمله كمعزز. اوكي، هل حينفع معاه ولا حيكون يعني محرج له في عمره؟
لا أنا بالنسبة لي أتوقع إذا أنت استخدمتيه بشكل صحيح بتطبيق السياسات هذه اللي نحن قاعدين نستخدمها راح يجيب نتيجة. راح يجيب نتيجة نعم، حتى لو كان عمره 12 سنة. طيب هذه الاستراتيجيات تنفع مع العمر، حتى مع عمر 12 سنة. نحن وقفنا يعني يمكن اختيارنا للمجموعة للآباء أكبر ابن عندكم 12 سنة. وقفنا شوية من 13 و14 لأنه هناك مراهقة وفي مشاكل أخرى. طيب فأبو 12 هذا على الحد. يعني إلى حد ما نقدر نقول هو على الحد يعني دوبه داخل في المراهقة. فأبو 12 سنة إذا طبقنا هذه الاستراتيجيات، جلسنا وسوينا عقد واتفقنا معاه وصارت الأمور واضحة والسلوك مستهدف، هو يفهم. خلاص. وقعنا على الاتفاق، يلا نبدأ نسويه. تطبيق فقط، إنه يكون هو واعي وفاهم لهذا الأمر. طيب لكن لما يكون طفل عمره 5 سنين واربع سنين لازم نبدأ نتدرج يعني بالجوائز من الأسفل إلى الأعلى، أحسن من إننا نبدأ فوق وننزل تحت. طيب وفي كثير أهالي يحاولون يستعملون الجوال لكن يستعملونه كذلك في أوقات أخرى غير التعزيز، يعني مثلا هم طالعين المول يبغون يكون جالس بالترولي وهادي فيعطونه جوال، فهنا أنا فقدت هذا المعزز، أنا ما أقدر أستعمله معزز مرة ثانية. ليه؟ لأنه أنا قاعد أعطيه عشان يسكت، فهو بالتالي قاعد يأخذه بدون أي مقابل. أو أكون مثلا رايحة مطعم وأبغاه يكون هادي بالمطعم فرح أعطي الجوال، أنا بالتالي هنا خسرت هذا المعزز، هذا ما يعتبر معزز. ليه؟ لأني أنا قاعد أعطيه في أوقات ما قاعد أستهدف فيها سلوكي. في فرق طبعا. اي بينما لو هو مثلا احنا طالعين بالمول وعدت مثلا 15 دقيقه وهذه ما هي، انا ابغى تعدي 15 دقيقه وهو جالس بالترولي ما سوى شيء، اقدر اعطيه انا جوال الان، اقدر اعطيه اقول له انت عشانك الان ما بكيت راح اعطيك الجوال 5 دقائق، وهو عارف اساسا متعود على سيستم الفايف مينتس اني اعطيه الجوال. وهذا يصير بالاتفاق مسبقا، برضو بالاتفاق مسبقا، نحن الان طالعين مطعم أو طالعين رحلة أو طالعين لزيارة أحد ما أو برنامج معين أو مناسبة. طيب هذه المناسبة يتطلب منك أو منك يا ابني ويا بنتي أنك تكوني هادئة، فكل ما تمر 15 دقيقة وانت هادئة راح أعطيكي مقابلها الجوال مثلا 5 دقائق بالاتفاق، بالاتفاق مسبقا. خلاص ايوه فهمتي فهمتي، طيب عيدي كل ما يمر كذا كذا. طبعا هذا اعتبار انها تفهم يعني 15 دقيقه، يعني احنا نتكلم عن طفل عمره 7 8 10 سنوات يفهم عامل الوقت هنا، مو زي لما يكون طفل عمره 4 سنوات طبعا. طيب 12 سنه يفهم عامل الوقت، فكل 15 دقيقه تعدي هذا الجوال 5 دقائق خلاص انتهى، يلا 15 دقيقه اخرى. لكن لما اجي عندي عمر طفل عمره 3 سنوات اقول له 15 دقيقه ما يقدر يستوعب هذا الامر، ما يقدر يستوعب الطفل ابو 3 سنوات انك لازم تجمع نقاط يوميه عشان اخر الاسبوع تجمع 20 نقطه او 50 نقطه عشان اعطيك هديه معينه او مطعم او اديك مطعم او اعطيك لعبه. الطفل ابو 3 سنوات ما يقدر يستوعب هذا الامر. فلذلك انا لازم احسب الجوائز اليوميه واحسب الجوائز الاسبوعيه، ممكن نخلي عندنا جائزه كل يوم، ممكن هذه الجائزه تكون نجمه او وسام يتعلق على سريره يتعلق على ملابسه كذا، أو هدية حتى لو كانت معنوية، أنت حقضي معك وقت أطول في إني أقرأ لك قصة معينة. نحن كل يوم نقرأ القصة 5 دقائق، حقرأها لك اليوم 10 دقائق، أو حلعب معك 10 دقائق زيادة عن الوقت اللي نحن متعودين نلعبه. طيب نحسب كم ملصق أو علامة سيحصل عليها الطفل في حال التزامه بالبرنامج بشكل تام، وبعدين نحط الجوائز، وبعدين على آخر الأسبوع وصلنا لهذا العدد تأخذ الجائزة. 50 نقطة الجائزة الفلانية، 40 نقطة الجائزة الفلانية، 30 نقطة الجائزة الفلانية، 10 نقاط. عشر نقاط الجائزة الفلانية؟ ما أدري والله، أنا أعتقد يعني ما انا اتكلم هذا الامر ما قد جربته كخبره يعني مع طفل، لكن اذا كان الطفل يفهم
ويستوعب الحد الأعلى والحد الأدنى للنقاط وللجوائز، أوكي. يعني مثلا أقل من 30 نقطة ما لك شيء. أنا حابة بس أضيف نقطة، إذا كانوا أطفال ADHD ضروري جدا يكون بالنسبة لهم الموضوع بصري، يعني يكون عندي بالبيت لوحة واضحة أنه أنت بعد 5 حط له صورة الشيء إيش راح تأخذه بعد 5. هم محتاجين ريمايندرز. أكثر شيء يساعد الأطفال اللي عندهم ADHD على أنهم يتبعون التعليمات أنه يكون قدامهم تذكيرات بصرية. فما هو غلط أني أنا أحط لوحة عندي بالبيت، أنا أبغى يجمع 40 نقطة، it's okay 40 كثير، لكن مو مشكلة، أنا بعد كل 10 راح تأخذ شيء. ممكن تكون الأشياء اللي بعد 10 أصغر من الشيء اللي يأخذه بعد 40. نعم. لكن ضروري جدا يكون عندهم نموذج بصري. صعبة أنا أقول له يلا بعد 40، طب 40 كثيرة، لكن إحنا نقدر إنه إحنا نحط قدامهم، أيوة تكون موجودة قدامهم، نقسمها النقاط أقل، وبعد كل عدد معين من النقاط راح يحصل على هذا الشيء. ممتاز. هذا مثال عندنا يزيد عمره 7 سنوات، واتفقنا معاه إنه مثلا إذا فرش أسنانه مرتين حياخذ على نقطتين، وإذا ربط حزام الأمان في السيارة في المشاوير الرئيسية حياخذ نقطة أو نقطتين رايحين جايين، وإذا ركبنا السيارة لأي سبب آخر حياخذ برضو نقطة زيادة، فعندي 3 نقاط تقريبا يوميا، وإذا راح الفراش وقت النوم نقطة وما إلى ذلك. صلى في المسجد مثلا 5 فروض 5 نقاط، 4 فروض 4 نقاط، المجموع 11 نقطة يوميا على عمر 7 سنوات، مناسب جدا، يقدر يسويه، يقدر يستوعبه، يقدر يفهمه. على آخر الأسبوع نحط له كذا يحصل على الجائزة الفلانية. هذا البرنامج يصير في جدول واضح، يعلق في مكان واضح للجميع، الصالة، المطبخ، باب التلاجة، باب الصالة، باب البيت، باب مكان عام، يعني الكل يكون موجود فيه ويشوفه باستمرار. طيب حتى يزيد يشوفه لما يطالع، أوه أنا باقي لي كذا، أنا باقي لي 4 نقاط، أنا جبت 5 باقي لي 3، ممتاز، صفق له ونشجعه، يلا شد حيلك عشان الجائزة آخر الأسبوع حتكون كذا. فهو في الغالب راح ينجز. أنا بصراحة ما قد مر علي، لا يمكن حالة واحدة فقط اللي ما نجح معاها هذا النظام، وكان في مشكلة في التطبيق. التطبيق لو كان دقيق راح يجيب نتائج، ونتائج مبهرة لأي سلوك أيا كان، أي سلوك أيا كان نستهدفه راح يجيب نتائج مع هذا الأمر. من الشروط أن يكون مكان مرئي لكنه يزيد ما يطوله، مو لما ينقهر ما طبق ولا ما حصل يروح يشكشق الورقة ولا لا، اللي يوصلوا الأب، يوصلوا الأم، يزيد يشوفوا بس ما يقدر يوصلوا، عشان نتفادى إيش؟ أنه يغير فيه، أنه ما يزعل مثلا إذا ما وصل للنقاط. وحتى لو ما وصل للنقاط نقول له أوكي المرة هذه ما جبتها، لكن أنا متأكد أنك بكرة راح تجيبها وأنا راح أساعدك، فبالتشجيع راح يوصل للنقاط المطلوبة. طيب يس، ها ناخذ بريك، ناخذ بريك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود لاستكمال أسس تطبيق برنامج استخدام المكافآت. وصلنا لإشراك الطفل في إعداد البرنامج. هذا الأمر مهم جدا، إننا نشرك الطفل في إعداد البرنامج، إننا نشرك الطفل في عدد الملصقات المناسبة لكل جائزة، ونشرك الطفل في اختيار الجوائز. ممكن نحن نجلس مع أطفالنا 2 هم أو 3 أو الأطفال المستهدفين. طيب مع إني أرى إنه كم طفل عندي في البيت كلهم يدخلوا في هذا البرنامج، حتصير المسألة أكثر متعة. طيب حتصير المسألة أكثر متعة. تحكم الوالدين الكل في هذا البرنامج قد يؤدي إلى فشله، لأنه الطفل يصير ما له قيمة، أنت اللي تقرر، أنت اللي تعطي، أنت اللي تفعل، أنت اللي تحدد، أنت اللي بتسوي كل شيء. طيب أنا ألتزم أو ما ألتزم هذا أمر راجع لي، لكن إشراك الطفل في تفاصيل البرنامج مهم جدا، لأنه يشعر بقيمته، يعطيه ثقة في النفس، ويساهم أنه يصير أقرب أنه يلتزم به، لأنه ساهم في إعداده، فهو متوقع إيش راح يصير فيه، يعرف تفاصيله. طيب
حط عدد من الجوائز وراح عنه أشياء أخرى، لا بأس إني أنا كأب أقترح عليه جوائز أخرى. والله أنت تحب ابنة خالتك زينة، زينة هي البنت وليست الخالة، ليش ما تحط واحد من الجوائز إننا نزور زينة في بيت خالتك؟ فكرة جيدة، نعم يلا حطها. طيب أنت إيش رأيك نجيب زينة عندنا في البيت تجلس مثلا ليلة أو تجلس يوم أو نهار أو عصرية أو اللي يكون، نحطها واحدة من الجوائز، نقترح عليه بعض الجوائز، لأنه هو مهما حط جوائز ما زال لدينا نحن كوالدين كبار القدرة على مساعدته أو لفت انتباهه لجوائز هو ما كان منتبه لها مسبقا. لكن عفوا لازم نحط في بالنا شيء، زينة هذه لازم تكون available بعد البيهافير مباشرة، بعد السلوك هذا مباشرة. لأنه زي ما قلنا لو أجلنا زينة لبعدين ممكن هو يسوي شيء unwanted behavior أو سلوك غير مقبول، فبعد هذا السلوك الغير مقبول قد يستحق هو العقاب أو أني أنا أشيل منه امتيازات، بس أنا أضطر لأني وعدته أوديه عند زينة بعد السلوك الغير مرغوب. يعني مثلا زينة available يوم الأربعاء، هو بنفس اليوم يوم الأربعاء سوالي حاجة ما هي كويسة، فأنا أكون كأني عززته مباشرة بعد السلوك الغير مرغوب. فأنا لازم أحط في بالي لما بقترح عليه شيء من هذه الأشياء، مثلا إحنا بيت جدك، أنا عارفة أنه بيت جده موجودين كل الوقت، جدته موجودة على طول، فأوكي أنت سويت شيء كويس يلا نسويها الآن. حلو، ما يمنع بالتنسيق مع زينة وأمها مسبقا أنه نحن راح نجيكم في اليوم الفلاني كمكافأة لابني محمد عشان هو فعل كذا وكذا وكذا. أم زينة تعجبها الفكرة، أنتوا إيش قاعدين تسوون؟ إحنا بنسوي كذا 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 كذا، طيب خليني أنا كمان أسوي عشان أخلي زينة تلتزم بنفس الأمر. عشان لما نيجوا محمد يجي هو مبسوط إنه أنا جاي أزورك عشان حصلت أنا على جائزة معينة، زينة كمان تقول له أنا كمان شغالة في إني أحصل على جائزة وراح أحط اسمك من ضمن جوائزي، إذا جمعت نقاط معينة راح نيجي نزورك. انتقلت العدوى الكويسة وهذا أمر مطلوب جدا. نعم تفضلي. يعني مثلا بكره مثلا نطلع مثلا بين زينه مثلا، بحيث انه ما يصير في سلوك يعني سيء يمنع حصول على الجائزه. انت تضمنين انه من هنا الى بكره ما يصير سلوك انت ما تبينه؟ ايوه، عشان كذا المعزز ضروري يكون مباشره بعد السلوك المرغوب، لاني كل ما اخرته كل ما زاد احتماليه ظهور سلوك غير مرغوب. فاحنا نحاول انه يكون الاختيار المعزز شيء انا اقدر اوفره مباشره. اوكي زينة جيراننا هم جنبنا، اتس اوكي يلا انت عشانك الان سويت كذا كذا، يلا بتروح عند زينة ربع ساعة وارجع. فزينة انا جارتي اساسا، هي بالباب اللي جنبي، لكن زينة بعيدة مثلا بمنطقة ثانية، او مثلا لازم اجدول معاهم موعد معين، انا ماني متأكدة هي موجودة كل الوقت او لا، بيكون اختيار زينة كمعزز ما هو فعال. لكن طيب، لو كان السلوك هذا مثلا احنا متى نقدر نستعمل هذه المعززات البعيده؟ لما يكون السلوك انا اساسا عندي وصل الى مرحله 70% من الاتقان، صار هو خلاص حقق لي هذا السلوك، انا مجرد متابعه قاعده اعززه عشان استمراريه السلوك. ممكن انا اجي لو اعطيه معزز بعيد، لكن انا لسه جالسه اشتغل على سلوك حديث وفرش، لا ضروري انه انا تكون معززاتي مباشره ودايركت بعد السلوك. ممتاز ممتاز. طبعا هذا الكلام يؤيد، لانه نحن قلنا بتجميع نقاط اذا حصلنا على كذا نقطه نروح لزينه، فهو السلوك اوريدي قاعد يصير معايا. طيب انا مجرد اني بس مجرد اجمع نقاط، فاذا جمع النقاط في الليل خلاص بكره نروح لزينه، انتهى من جمع النقاط في الليل خلاص جائزتك اننا نروح لزينه، حنروح لزينه بكره، ما حنروح لزينه في الليل. يعني الشاهد انه متى ما اتم يحصل على الجائزة، هذه ما فيها نقاش. طيب إذا كان بالإمكان جدولة حصوله على النقاش بوقت مناسب يقرب يعني أكبر قدر ممكن من إنجازه للمهمة، هذا اللي يعطي النتيجة الأكبر. طيب لكن إذا وصلنا إلى 70% من الطريق وخلاص هو بدأ يصير هذا العمل أو هذا السلوك جزء من روتينه اليومي،
فما عنده مشكلة، بس هو قاعد ياخذ اوريدي جوائز مباشرة. انت تميت العمل الان، اخذت الملصق، اخذت نجمة، اخذت صح، اخذت نقطة، فهنا في معزز مباشر. ما يمنع انه يصير المعزز الكبير اللي هو حق جمع النقاط. طبعا عمر الطفل هنا يستوعب اني انا لازم اجمع، ذكرنا هذا الامر مسبقا. واضحة؟ في اي سؤال؟ تفضلي. انا اذا بشتغل سلوك واحد احسن فيه، طيب السلوك الثاني هو عنده سلوك حسن ثاني، ايوه راح يقول راح اخذه عشان اخذه. احنا في شيء عندنا نسميه منتين للبيهيفير او متابعه لاستقرار السلوك. اي فضروري جدا انا ما احرمه من المعززات 100%. السلوك الثاني اذا كان يسويه 10 مرات باليوم مثلا، زي احنا نفترض السلوكيات الحسنه الثانيه زي مثلا انه هو يرتب العابه، فهو يرتب العابه كذا مره باليوم لانه جالس يلعب كثير، فانا بدل ما اعزز على كل مره اعزز مثلا على اخر مره رتب فيها. لكن ما يعني اني انا اقطع التعزيز، لا، التعزيز ضروري ومهم. احنا دائما نقول في البدايه نعزز مباشره بعد كل خطوه، لكن لازم يكون عندنا خطه اسمها reinforcer feeding plan، كيف خطة تخفيف المعززات، نخففها لكن تبقى موجودة. طيب لو أنا أوكي، هو عنده مثلا سلوك كويس مثلا يرش الألعاب، هو خلاص أنت برش أسنان عطتين هذا، أنا بكرة ما رح أرش الألعاب عشان تعطيني هذا الشيء. طيب بدل ما أقول لك أنا رح أعطيك حاجة لفرشت أسنانك، فيما أخذ له صور وأقول لك إذا ما فرشت أسنانك رح تصير معك كذا، تصير تسابتك مو حلوة. لا لا الان بياخذ صوره انه اوكي لا اجباري انا روتيني بمشي لين اكبر لازم اجباري اني فرش اسنان. تفريشه لاسنانه بدا هو اللي بداه؟ لا هو ما ولا انت اللي علمتيه؟ اوكي الان انت ركزتي على جمع الالعاب، فهو راح يهمل بكلامك انه راح يهمل في تفريش الاسنان مثلا يعني. طيب تفريش الاسنان اذا هو سواه مسبقا قاعد يسويه، نستخدم معاه المكافآت المادية اللي ذكرناها في البداية، وهذا لا يعني أننا نوقف باقي الجوائز والمحفزات الأخرى. أيوة. كل ما تطلب حاجة تقول أعطيني هذا الشيء وأسويه. طيب نحن هنيجي. بعد السلوك الحسن صارت خذتها نقطة ضعف، أنت أعطيني أنا أسوي، ما تعطيني ما أسوي. أوكي. فصرت لا خلاص أنا فرش أسنانك ترى لنفسك مو لي، درستي ترى لنفسك. هذا يمشي أكثر من المحفزات عشان كذا أحس هذا يمشي أكثر من المحفزات. تقول إيه؟ أنت فرش أسنانك لك مو لي أنا. ممتاز. بنتك عمرها كم؟ الآن 9 سنوات. مشيت معها من أول. أوكي الآن عمرها 9 سنوات وهي بدأت معها هذا الأمر من عمر 6 سنوات. الآن الصورة مختلفة تماما صح؟ الآن ما زالت أعطيني عشان ها؟ ايوه ما تحضر بحاجه صرت قلت لا الحين جبت انتظام انت استاذه انت مستواك عند الطلاب اصدقائك كيف كذا انت نفسك خلاص حفظي نفسك. طيب اوكي الان الان انت طبقتي نفس الاستراتيجيات اللي نحن قاعدين نتكلم عليها لكن بصوره مختلفه. طيب في البدايه كان احفظي يعطيكي احفظي يعطيكي احفظي يعطيكي، صارت تحفظ، المفروض انه يؤجل العطاء، احفظي مرتين اعطيكي مره، احفظي 3 مرات اعطيكي مره، انت خلاص بتحفظي، احفظي 10 مرات اعطيك مره، وهنا صار استمراريه للحفظ حتى خلاص هي تنسى اصلا عطاء لكن تستمر في الحفظ. تنويع المعززات جدا ضروري، ما ينفع انا اخلي معززاتي كلها ماديه. ممتاز. ضروري جدا التنويع بالمعززات، هذا الشيء، هذا واحد. اثنين المعزز ضروري ان الطفل ما يشبع منه. يعني انا اذا كنت كل مره احفظي احفظي، طب الدراسه معظمها حفظ كان بهذاك الوقت. هي اساسا اشبعت، المعزز بالنسبه لها ما صار معزز. فانا لازم انوع بالمعززات، لازم اعطيه بكميات قليله ما هي بكميات هائله، لازم يكون بكميات قليله عشان يحس الطفل انه هو محتاجه. وما هو ضروري اني انا الجمله هذه سوي عشان اعطيك، انا ممكن هي لما تسوي انا اجي اقول لها انا شفتك حفظتي خذي. طيب صير عاقل هذه كلمة عامة نفس اللي تكلمنا عنه قبل شوي. طيب و
ال 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 أنا أتفق إنه طفلك مثل أطفالنا وكل الأطفال لديهم سلوكيات، لكن لما أنا أختار السلوك اللي بدي أحدده اللي بدي أستهدفه في البرنامج، وما يمنع إني أختار مثلا سلوكين أو ثلاثة طيب، وكلهم نضع لهم خطة للاستهداف بعدد المرات في اليوم، وكل مرة لك ملصق طيب، وتجمع الملصقات على آخر الأسبوع على آخر اليوم على آخر الشهر حسب عمر الطفل واستيعابه للأمر وبحسب الجائزة. يعني عمر أبو أربعة أبو اللي في صف رابع ابتدائي وخامس ابتدائي يفهم إنه مثلاً إذا جبت تقدير ممتازة وإذا نجحت في آخر الترم أعطيك دراجة، خلاص يقدر يربط لأنه الدراجة كبيرة بحجم الإنجاز، أو أنت تحصل على 400 ملصق أو 500 ملصق مقابل الدراجة فيقدر يربط بينها. لكن أبو خمس سنوات وست سنوات أعطيه مقابل زيارة، مقابل قصة، مقابل لعبة جديدة، مقابل دمية، مقابل ملابس جديدة للعروسة اللي هي عندها مثلاً كبنت طيب. وأنا لازم أستهدف السلوك اللي أبغاه، ما هي تصير كده بس يعني أقول هنا أعطيه هنا لا ما أعطيه هنا بعطيه هنا ما بعطيه. وبالجلوس والاتفاق مع الطفل هو يعرف إنه هذا السلوك له جائزة، إذا السلوك الثاني صار عليه مشكلة نحطه في القائمة. نحن قلنا إنه القائمة ممكن تتغير في كل مرة، والجوائز تتغير في كل مرة، والنقاط كذلك تتغير في كل مرة، بإمكانك تطبقيها. أنت طبقتيها بس بشكل ها يعني نقول اجتهادي، هذا اجتهادي، لكن الآن عندك هنا معلومات أكثر، عندك نظام واضح تقدر تطبقي فيه بشكل أفضل إن شاء الله تعالى، ويعطينا نتيجة تجربتك. ما سمعت إيش؟ أيوة أيوة أكثر من أخوانها الطبيعيين. الطفل اللي فيه اللي عنده ADHD يحب التحفيز ويحب الجوائز وينجز العمل بشكل أسرع ويحب المعنويات أكثر. أتفق معك 100%، بس هذا لا يعني إنه الآخرين ما يحبونها، لأنه نحن يستغلوا مين؟ أو ممكن في شيء بعد، الطفل اللي عمره 5 سنوات لما قال لك إنه عطيني، ترى هو عنده تجربة سابقة قبل أخته اللي أكبر، يعني شافها تقول لك تستعمل هذه الجملة، لا ممكن هو يستعمل نفس الجملة اللي أخته استعملتها، فما هو شرط إنه هو يبغاها بالمقابل. لكن أنت دائما السلوك اللي ما تبينه، أنت ما تبينه يقول لك عطيني وأنا بعطيك وأنا، انت ايش تسوين؟ لازم تسوين احيانا لازم نتخذ نقطه التجاهل. هو قال لك انا ما راح تعطيني ولا شيء، قولي يلا ارميها، اطلبي ارجعي عيدي طلبك مره ثانيه، اعطيها اياه بوضوح انت ايش تبغين هو يسوي. هل يجب ان تكون المكافاه ماديه؟ مو شرط. معناها لما شال، اذا شال الان هو فرش اسنانه بس رمى هذه، يبغى مقابل، طب ارميها واعطيك مقابل كذا. إذا رماها أنت شاطر، المكافآت العاطفية المعنوية اللي ذكرناها، نصفق له 5 سنوات يفرح لأنك تصفق له، هاي فايف، شكرا لك. أنت بطل، أنا أعجبتني، أنا فخور فيك، أنت ابني أضمه، هذه كلها موجودة ما تلغى، صح ولا لا؟ هو مو شرط لما قال ابغى مكافأة يعني لازم تكون المكافأة مادية، أو أحط له ملصق البطل حسام كذا، نجيب ملصق نكتب عليه البطل حسام ونلصق له هو، فطول اليوم هو يمشي فيه عليه البطل. طيب كان عندك سؤال، تفضلي. اذا تسوي استخدمها انه زي اسلوب انه انا ما اسوي اللي انت تعطيني، ممتاز، واذا ما اعطيتيني انا بسوي حاجه، اذا ما سويت لازم تعطيني، واذا ما اعطيتيني ما راح اسوي. حسوي العكس. هنا في تحدي لنا، اذا ما اعطيتيني راح اسوي العكس. ما زلت اقول اذا كان استهداف السلوك من بدري ونلفت انتباه الطفل لهذا السلوك ونشاركه في عمل الجدول وتحديد الجوائز وتحديد النقاط وتحديد الوقت، طيب ما راح يطلع منه هذا السلوك، لانه حيصير عنده رؤيه واضح، الموضوع امامه واضح ومفهوم اننا نحن قاعدين نستهدف هذا الامر لعمل هذا الامر. طيب لكن لما يكون غامض وهو يعني انت انبسطتي اعطيتي جائزه، ما انبسطتي ما اعطيتي جائزه، هو بالنسبه له الموضوع هايم كده مو واضح بالنسبه له. انا راح اعطيكم مثال ان شاء الله
وبالمثال يتضح المقال. وفي نقطة ثانية، الجملة هي نفسها إنه إذا ما سو إذا ما أعطيتيني راح أسوي الشيء الثاني، هو عنده تاريخ مع الشيء الثاني، ولما سوى الشيء الثاني من قبل أنت كان عندك ردة فعل هو يبغى يأخذها الآن، فأنت بنيتي عنده هذا التاريخ إنه هو يهددك فيه، فلازم تشتغلين معه على هذا السلوك اللي هو قال لك أنا راح أرجع أسوي مرة ثانية. نقدر نضيف هذا السلوك في القائمة. راح نجي لهذا الأمر إن شاء الله. كويس. لما نسمع الأسئلة هذه أتحمس أنا. لأنكم أنتم قاعدين تكشفوا عن الشرائح القادمة. وكذلك أحب أذكر أن نحن اليوم الثلاث الجلسات الأولى كلها نستخدمها لتعزيز سلوك إيجابي. بقي لنا جلستين راح نأخذ فيها مهارتين أو ثلاثة لإخماد السلوكيات السلبية. طيب؟ فنصير أخذنا مهارات تعزيز سلوكيات إيجابية ومهارات إخماد سلوكيات سلبية. أوكي؟ فهذا الكلام اللي قلناه قبل شوية ليس بالضرورة عمل القائمة في وقت واحد. القائمة متجددة، كل ما ظهر عندي سلوك أضيفه أو ألغيه أو أنزل هذا تحت أو أرفع هذا فوق حسب الأولويات. وأقدر أشرك الطفل في شراء واختيار الملصقات والجوائز المطلوبة، وأعلمه هل هذه الجائزة تستاهل 400 نقطة ولا تستاهل 5 نقاط، وهل هذه الخمسة نقاط هل هذه الجائزة بشكل يومي، يعني هو يشتغل طول النهار آخر اليوم يأخذ الجائزة، أو لا أشتغل أسبوع كامل آخر الأسبوع تأخذ الجائزة. طيب نحدد هذه الجوائز وبعدين نحط الجدول كده في مكان هو يشوفه يوميا. أنا قاعد أشوف أول ما أصحى الصباح أطالع أنا اليوم جمعت 5 باقي لي 7، خلاص يبدأ يشتغل على طول يعني بتلقائية أصلا. وزي هذه الأسئلة اللي هو يذكرها والتحديات اللي أنتم ذكرتوها لما يكون الموضوع غامض بالنسبة لهم، لكن الموضوع واضح، السلوك واضح، الأعداد واضحة، الجوائز واضحة، خلاص واضح مين اللي راح يتحكم بالقائمة هذه. هل هي ماما بس ولا ماما وبابا؟ هو مشترك ولا ذا ناني أولسو؟ هو يعني مشترك. ضروري هو يكون عارف مين الأشخاص اللي راح يعطونا النقاط هذه. ممتاز. لأنه لما أحصرها على شخص واحد لما يكون الشخص هذا ما هو موجود، لما أنت يا ماما أنت اللي تتحكمين فيها، طب أنت بالدوام وأنا موجود بالبيت وأنا I did something good، أنا سويت شيء كويس من الأشياء السلوكيات اللي متفقين عليها، فضروري هو يكون عارف مين اللي راح يضيف لها النقاط لهذه القائمة ومين الأشخاص نحددهم من قبل ونتفق كلنا. حلو. الآن ما الفرق بين المكافأة والرشوة؟ تفضل. عندي بس استفسار، عندي بنتي بعض الأحيان تحددني، بمعنى إذا بنضبط سلوكها أو شيء تقول والله أتصل على جدي وجدتي وفعلا يعني قد اشتكت علي من أبوي وأمي وهم ما يقبلون ما يزعلون، لدرجة إن أمي مرة بكت. يا ساتر. هي عارفة غلاها عندها. إي. يعني تشتكي لي مثلا من جدتها الأم. إي. اوكي طيب يعني تعرف كبار في السن يخربون. طيب بنتي تتصل على امي تشتكيني وامي تضغط علي تقول لي سوي لها اللي تبغاه وانا ما اقدر ارد طلب امي، فبالتالي راح اخرب نظام المكافآت اللي انا شغال عليه. ايش رايكم؟ هلا اولا اهنيك، بنتك ذكية جدا ما شاء الله، الله يحفظها ويصلحها. ها؟ ويضع لها حق لما تكبر. ها؟ طيب جيد. في أحد يقدر يعلق أو يجاوب على سؤال الأخ؟ أنا بحس العلاقة الأجداد شوي لازم تكون فلكسبل. أيوه. معلش مثلا إحنا من نوع الحلو مثلا، هم يعطوا مرة حلو عشان الجدة بعطيكي مثلا. حلو. شوية مرونة أوكي. تقول أعطي شوية مرونة وعشان الجدة بعطيكي، هل هذا خيار مناسب؟ إيش رأيك؟ في ناس يقولوا لا وفي ناس يقولوا نعم. سيكون اختيار الجد والجدة دائما هو راح تستغل النقطة الآن، هي استغلتها بدون ما تعرف، فما بالك لما تعرف إنه أوكي راح عشانهم، إذا كل شيء يصير عشانهم، حيصير في استغلال هنا سلبي. ضروري جدا عندنا في اي سلوك الثبات والاستمراريه، اذا انا اتبعت استراتيجيه مع الطفل ضروري اكون ثابت ومستمر معه، لو كسرتها مره هو راح يعرف
انه في مرات راح تنكسر. يعني هي اكيد من قبل انت كنت واضح معاها بشيء معين، بس جاتك الجده والجده وقالوا لك سوي لها هذا الشيء وسويته عشانهم، صح؟ اوكي، فهي كثير. عندها تاريخ الان، هي عارفه هو كسرها مره راح يعيدها مره ثانيه. حلو. وجهة نظري، اولا نجلس مع الطفل ونشرح له ونتفق على الاهداف ونتفق على النقاط ونتفق على الجوائز ونتفق على كل شيء، وهذه الخطة تصير واضحة في جدول معين، ويتم مراقبة هذا الجدول بشكل يومي وجمع النقاط بشكل يومي بشكل أسبوعي للحصول على هذه الجائزة. طلعت بنت أخونا تقول أنا أبغى الجائزة دي اليوم، ولا أتصل على جدتي وأقول لها تجبركم إنكم ما تبغوا تعطوني الجائزة. قلنا لها نحن متفقين ولازم نمشي مع الاتفاق اللي اتفقنا عليه. قالت لا أنا أبغاها اليوم. قلنا لا ما راح نعطيك إياها. اتصلت على الجدة وبكيت عندها، والجدة اتصلت علي وقالت لي أنت ما تخاف الله أعطيها، وأنا ما أقدر أرد لأمي طلب، وأعطيتها. أولا أنا أقدر أتفادى الأمر هذا كله. أنا هل في طريقة أقدر أحط الجدة معانا في الجدول؟ خلاص أحط الجدة في الجدول، هذا واحد. أحط الاتصال على الجدة واحد من الجوائز، فاحصلي على كذا نقطة عشان تتصلي على جدتك. أكلم جدتها وأقول لها ترى نحن ماشيين عليها معاها في نظام معين للوصول لسلوك معين، وهذا السلوك إيجابي بحيث إنها تصير بنت شاطرة بنت مؤدبة كذا، وأحكيها بعض المواقف اللي حصلت عشان نحن عشان كذا حطيناها في هذا النظام عشان نستهدف هذا السلوك. فإذا اتصلت عليكي كرما لا أمرا، وإنت يهمك البنت وإنها تكون مبسوطة ومرتاحة، كمان ما يهمك، يعني يهمك إنها تصير ما هي يعني سلوكياتها فيها مشاكل، صح؟ أيوة. إذا اتصلت عليك قولي لها كم نقطة جمعتي؟ صار في لفت انتباه كامل إذا الجدة بس سألتها هذا السؤال. كم نقطة جمعتي؟ 5. كم باقي لك؟ 7. يلا شد حيلك، يلا أنا بعطيك نقطة زيادة من عندي. نتصل على الأب هعطيها نقطة زيادة، أبشري هذه نقطة عشان الجدة، يلا كمل الستة اللي باقيت لك. شو رأيكم في هذه؟ وبكذا أشركنا الجدة بشكل غير مباشر، نشرك زي ما أشركنا قبل شوية زينة وأمها. طيب وكذا الآن نحن حطينا الجدة في صفنا، وهي ما عاد راح تتصل عليها، حتتصل عليها لما تحصل على نقاط، وتتصل عليها عشان تقول لها أنا حصلت على النقاط الفلانية وراح يعطوني الجائزة الفلانية، أو حصلت على الجائزة الفلانية لأني حصلت على النقاط. حطينا الجدة في صفنا. أوكي؟ طيب ما الفرق بين المكافأة والرشوة؟ هل أنا لما قاعد أعطي ابني هذا الجدول والجوائز هل هذه رشوة ولا مكافأة؟ طيب إيش الفرق بينهم؟ وهل ابني راح يتخرب لما نساعمل معاه هذه الأشياء ولا لا؟ حيصير مادي بحت، يا تعطيني يا ما تعطيني، ولا ما أسوي، ولا إيش في إيش رأيكم إجابة على هذا السؤال؟ الرشوة بدون اتفاق. الرشوة بدون اتفاق. المكافأة بعد إنجاز عمل. المكافأة بعد إنجاز عمل، والرشوة؟ ها؟ الرشوة قبل العمل. أيوة، اللي يروح شو اسمه مؤسسات حكومية وعنده معاملات يفهم هذا، ها؟ الرشوة، أنت قلتي المكافأة إيش قلتي؟ الرشوة إيش؟ عفواً عيدي جملة. اللي هي إيش؟ الرشوة بدون اتفاق، والمكافأة باتفاق وجدول إنشاء عمل. الرشوة المكافأة مستمرة، المكافأة مستمرة والرشوة لهدف معين واحد. قد تكون المكافأة لهدف معين واحد برضو، صح؟ صح قد تكون، نعم. طيب إيش رأيكم؟ خذ الجوال واجلسها عاقل، هذه رشوة ولا مكافأة؟ هذه رشوة. أجلس عاقل بعدين تأخذ الجوال، هذه مكافأة. نحن إيش نسوي أكثر شيء؟ الأولى، عشان كذا يجي يقول لك إذا ما أعطيتني ما نمسوي. يقول قاعدين نجهزه من صغره. هذا أسلوب اللي نحن قاعدين نسوي مع أبنائنا، هذه ما هي مكافأة.
إذا كان أنا أعطيه الجائزة قبل إنجاز العمل ما صارت مكافأة، صارت أشبه بالرشوة. طيب قبل إنجاز العمل خذ الجوال واجلس، رايحين المطعم عشان لا يزعجني خذ الجوال بس عشان تروق، خلاص هو يصير كل ما يجي مكان أعطيني ولا خلاص أتعلم السلوك الآن. طيب دائما القاعدة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. عملت تستوفي العمل انتهى، عملت تستوفي الجائزة عفوا. طيب هذه مجرد أمثلة وتكلمنا عنها كذلك. استخدام المكافآت المادية للإنجازات اليومية، بعض الآباء يتحفظ على المكافآت من إعطاها، الآن أنجز العمل ما أعطاه كأنه يستخسر، ما أدري شيء يعني، أحيانا يجيك يعني إحساس إنه لا ماني معطي الآن. نحن آباء يجينا هذا الإحساس وهذا الشعور. طيب وخلي وبعدين الطفل يبدأ يسوي بدون ما يحصل على شيء مقابل، بعد فترة يعني يطفش، بعدين يبدأ إيش يستخدم السلوك العكسي اللي يخليه يعطيك، اللي يخليك تلتفت له. لذلك لا تؤخر، لا تؤخر. إذا ما كنت تقدر تسوي مكافآت أسبوعية سوي مكافآت يومية حتى لو كانت بسيطة. المكافآت المعنوية هذه ما تكلف أي شيء، تصفيق، ضمة، قبلة، طبطبة، هذه ما تستد يعني ما تكلف شيء، ما تكلف شيء. تعال اجلس جنبي وأضمه كده 5 دقائق بعدين يروح. تعال نلعب مع بعض، نلعب لعبة بسيطة مثلا، ناخذ لنا سكة أونو ولا ناخذ لنا سكة من أي لعبة معينة، ملصق ولا اللعبة هذه اللي تكشف البطايق، هذه مكافآت معنوية لا تساوي شيئا. طيب لكن إذا قاعد الطفل يسوي أشياء وما ما 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 قاعد يحصل على أي شيء، هذا يعطي انطباع إنه الإنجازات اليومية غير مهمة وغير داخلة في الحسبان، فبالتالي ليش أنا أتعب نفسي عشان أسويها؟ right؟ وكأني أنا قاعد أرفع السقف، قاعد أرفع سقف الأهداف وقاعد أرفع سقف الجوائز، وما أدري ليه قاعد أرفع السقف، يعني هو مو بين مسلح وكذا، لكن هذا رفع السقف يحسس الطفل بالعجز، يفقد ثقته في نفسه، يفقد ثقته فيك حتى. إذا أنت وعدته إنك تعطيه بعدين اشتغل وما أعطيته، خلاص راح ما عاد يثق إنك راح تعطيه أي شيء. لذلك كن صريح وواضح من البداية، إذا سويت أعطيه وإذا سوى أعطيه، انتهينا. طيب واستخدام المكافآت باستمرار مهم جدا في استمرار السلوك، حتى لو كان الـ 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 الأشياء اللي سواها بدون مقابل، يعني سوى واجب الرياضيات لوحده وانت جيت شفت الواجب صحيح ممتاز، تعال نضيف عمل واجب الرياضيات بشكل يومي بدون مساعدة تأخذ عليه نقاط، بقائك في الفراش طوال اليوم بدون خروج كذا تأخذ عليه نقاط، فعلك الأمر الفلاني كذا تأخذ عليه نقاط، وبالتالي دائما القائمة في تغير مستمر. والمعززات قد تكون مو دائما أني أنا أعطي، يعني إحنا دائما نقول في معزز إيجابي ومعزز سلبي. إيش الفرق بين المعزز الإيجابي والمعزز السلبي؟ المعزز الإيجابي أني أنا أعطي، جيت وعطيتك موية، جيت وعطيتك حلاوة، جيت وعطيتك جوال. في معززات سلبية والهدف منها أني أنا أشيل شيء عشان أكافئه عليك. كيف يعني؟ يعني مثلا الآن هو عنده هومورك بالمات، عنده واجب رياضيات يحل فيه 3 مسائل، أنا عشان سلوك جيد أوكي شفته قاعد يشتغل على المسائل هذه، يلا المسألة الثالثة أنا بساعدك فيها، أنا بشتغل معك فيها، فأنا بالتالي شلت منه شيء لكن أنا عززته، لأنه أنت جالس تذاكر الآن فأنا مبسوطة أنك جالس هذا الوقت، أنا راح أحل معك المسألة الثالثة، ما راح تحلها لوحدك، فأنا شلت عنه شيء، ما أعطيته شيء. هذا بعد نوع من أنواع التعزيز ونوع من أنواع المكافآت. الآن مساعدة الطفل في حل المسألة يعتبر معزز سلبي ولا إيجابي؟ سلبي، لأنه أنا شلت عنه مجهود، بدل ما هو قاعد يحل الثلاثة لوحده أنا المسألة الثالثة أنا حليتها معه، أنا ساعدته فيها، أنا فكرت معه فيها، فمستوى التفكير اللي راح يبذل على مسألتين ما هو زي اللي بذله على المسألة الثالثة لأني أنا معه فيها. أوكي واضحة؟ واضحة، ممتاز. طيب
عشان دائما نستبدل المكافآت المادية بعبارات المدح والإطراء. سبحان الله دوبنا قاعد نتكلم في هذا الأمر. عشان أنا هل قاعد أربي ابني على الماديات كل ما أعطيه ما يسوي عمل إلا أنه يأخذ مقابل؟ طب مو ليس بالضرورة يكون هذا المقابل مادي، ممكن يكون هذا المقابل معنوي. أنا أجي أضمه، الضمة هذه تخلق فائض من المشاعر لا يمكن تعويضه بأي شيء تاني غير مجرد الضم. بس إني أنا أضم ابني ولا أحطه جنبي وأحط يدي عليه كذا، ولا لما أنا إذا كان ولد وأنا طالع معاه المسجد أمسك يده كذا. الأحاسيس، المشاعر الناتجة عن الأحاسيس لا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء. طيب، وتصير الطفل يصير مادي لما أنا أقعد أعطيه 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 باستمرار بدون حتى أحيانا ما ينجز العمل، أو حتى بدون ما أوسع في الوقت، كل خمسة دقائق رايح معطيه شيء حتى يفقد المعزز قيمته. وهذا الأمر اللي تكلمت عليه أستاذة إسراء قبل شوية. فلا بد أن نستخدمها باعتبار تعليم سلوك جديد وصعب، وكمان مزجها بعبارات القبول والتشجيع. وبعد تعلم السلوك يؤخر الحصول على المكافأة ويستبدل محله العبارات الجيدة، ونقول له مثلا أنت تعلمت الذهاب للحمام وأخذت مكافآت، إيش رأيك بدل ما تروح كل مرة حنخليها كل مرتين، والمرة دي اللي تروح فيها راح نعطيك مثلا بديل نصفق لك أو ندعمك أو نهضمك أو نبوسك وزي كده. بعدين نبعدها ثلاث مرات، بعدين خمس مرات، بعدين كل أسبوع، بعدين كل أسبوعين، ويستمر التشجيع والتحفيز والتصفيق. ويعجبني بعض الأمهات اللي عندهم أو الآباء حتى عندهم يعني حركات تمثيلية، يقوموا يعني إذا الطفل بيروح الحمام يلا ما شاء الله فلان قاوة صفقوا له أخوانه اللي في البيت وكلنا نروح معاه ونسوي ضجة كده وهو الليلة. فالطفل خلاص يعني يصير يتعلم الحمام ويصير حتى الليل كمان يضبط الاثنين مع بعض بدون تدخل. فهذا السلوك يزيد حتى في قدرة الطفل. طيب، واحنا ما سوينا شيء، ما سوينا شيء، لكن حصلنا في المقابل على سلوك إيجابي كبير جدا. طيب، عبارات التشجيع، إدراك الإنجاز والتقدير مهمة جدا لشعور الطفل بالفخر والاعتزاز بالنفس وإنجاز المهام. طيب، اجعل قائمة المكافآت محددة وواضحة. هذا المثال إنه يارا إذا فعلت ما أمرتك به ستحصلين على العديد من المكافآت التي تساعدك إنك تشتري إيش تحب تشتري. اشتري، يلا يلا اكسب نقاط كثير عشان تشتري العروسة حقتك. طب إيش هي هذه النقاط الكثير؟ كم؟ وإيش الشيء اللي المفروض أسويه عشان أخذ النقاط؟ هذه أشياء مبهمة، لابد نكون واضحين. طيب، افصل بين برنامج المكافآت وقوانين العقاب. بمعنى العراق سلوك سلبي وأنا أبغاهم يلعبوا بمشاركة. طيب هم بيلعبوا بمشاركة، أعطيتهم نقطة بعدين اتعاركوا، أسحب النقطة؟ المفروض لا. طيب، أخذوا نقطة لأنهم شاركوا بعدين كسر التلفزيون، أسحبها؟ طبعا أنا وقتها حكون معصب مرة، التلفزيون كيولد ومدري كم شاشة عرضها مدري كم بوصة اللي قد الجدار هذه، وهو بيلعب ورمى وكسرها، فأنا حكون 18,000 ريال مدري 20,000 ريال قيمة الشاشة، وحكونها مالك شيء ولا جدول مكافآت ومشكشق له وخرب كل شيء. لازم أنا أتعلم أني أفصل النقطة اللي يأخذها ما تنزع، النقطة اللي يأخذها الطفل ما تنزع، هذا مكافأة أستحقها لعمل معين، خلاص أستحقها. طيب إذا كنا نعاقب في شيء ثاني، ما نتدخل في جدول النقاط حقنا، نعاقب بشيء آخر. طيب، إذا كنا نبى نستخدم مثلا من العقاب إنك ما راح تخرج من البيت، حتجلس في البيت، إذا ما نحط في الجوائز حقت آخر أسبوع إذا جمعت كذا نقطة إنك تطلع من البيت أو نوديك نزهة، واضحة؟ لأنه هو الآن راح يخلط، أنا الآن عاقب ولا أجازة، أنا ماني عارف إيش اللي يسوي. طبعا إذا جمعت النقاط المفروض أنك تطلعوني آخر الأسبوع، بس أنت قال إنه ما في طلعة آخر الأسبوع، طب أنا دحين أشتغل ولا أوقف؟ طيب،
السلوكيات اللي عليها عقاب حطها على جنب ونسوي لها وضع مختلف. هنيجي لخمد السلوكيات السلبية إن شاء الله الجلسة الجاية واللي بعدها. لكن هذه المكافآت إذا حصل عليها الطفل خلاص محطوطة محطوطة انتهى. واضحة؟ عندكم أي سؤال أو شيء على التعليق على هذه النقطة؟ تفضلي. ايوه كلمتني قالت تسترلين كسرت شاشه التلفزيون. يا ساتر. الى الان التلفزيون ما عنده. لكن الاخت استوعبت بالماما متى تشتري نعطيك من فلوسنا يعني من الحصاله. ايه عشان تشتري لنا التلفزيون. هذه مشكله التلفزيون الى الان ما حلت. طيب ايش سؤالك اذا؟ يعني هو مو نفس الموقف دكتور. لكن تقريبا نفس المشكلة لما تكسر شيء ثمين في المنزل. يعني طيب. شيء بالقيمة مو شيء عادي. اوكي. يعني اتصلت عليها بنتها وهي عندها موعد، قالت انا عندي موعد. راحت السماعة، اتصلت مرة ثانية ما ردت عليها، فارسلت عليها رسالة ردي 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 ما ردت. فاتصلت عليها ثالث مرة تقول لها يا انبسطتي انا الآن كسرت التلفزيون. يعني هنا في عمل تخريبي واضح. وكأنها تعاقبك إنك ما رديتي عليها. على كل حال نحن الآن قاعد نتكلم عن نقاط المكافآت، فالمكافآت كونها هي تعاقبك هنا يعني هذا يعطيني انطباع إنه في خلفيات لهذا العمل. هي ما وصلت لهذه النقطة إلا كان وراها أشياء إلين وصلتها لهذا الأمر إنها تعاقبك انك ما رديتي على اتصالها. انا عندي انا اخترت جدول مكافأة. اوكي. مكافأة. ايوه. يعني عنده مكافآت بسيطة يومية جدا وعنده مكافأة اسبوعية مثلا يعني خروج او شيء من هذا القبيل. يعني صار عندي صعوبة في تنفيذها يعني ذيك الفترة. الصدق كرهت اني اطلعها يعني مشكلتها كانت اكبر من انها يعني من انها تطلع. انها تطلع. اوكي. يعني طيب جيد، هل جلستي معاها بعد كذا وتكلمتي على هذا الأمر؟ جلسنا عدة مرات. أيوة. أنت ليش ما تردين؟ كم عمر ابنتك؟ 9 سنوات. 9 سنوات. طيب إيش رأيك؟ طبعا هذا يحتاج تحليل مرة كثير، كل سلوك عشان يحدث لازم نحلل إيش المثير القبلي اللي صار قبله والسلوك نفسه وإيش صار بعده. وهي ما وصلت إلى هذا السلوك إلا في تاريخ سابق، يعني أنها تكسر تلفزيون وعارفة أنها كسرت تلفزيون وكلمتك قالت لك أنا كسرت تلفزيون وهي مختارة أنها هي تعاقبك، فهذا تاريخ سابق يعني ضروري نحلله واحد 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 عشان نوصل إلى خطة نعالج فيها هذا السلوك. أوكي، يعني بمعنى آخر أنه سؤالك أكبر من أنه نجيب عليه هنا في عجالة، لكن في تصوري انه انا اجلتها الموضوع حتى هي هذا الموضوع مؤجل. ايوه اوكي، ما يمنع اني انا امشي على جدول المكافآت في استهداف السلوكيات اللي نحن ماشيين عليها، هذا امر مختلف، لكن نحن هنا بنتكلم عن موضوع اخر. الان الابن قاعد يعاقب والديه، فانا بالنسبه لي انظر للامر اختلال الهرم العائلي، لابد أن هذه الطفلة تعود إلى مكانها الصحيح في الهرم، لأنها يبدو أنها قاعدة تزاحم الوالدين في قمة الهرم إذا هي تبي تفرض عليهم عقاب. فلابد أننا ندرس الموضوع بشكل مفصل أكثر، نشوف فين مكان الخلل وبعدين نبدأ نشتغل عليه. وضروري جدا استعمال المعززات الآن. ليه؟ لأني أنا أبغى زيد نسبة السلوكيات المرغوبة عندها. أنا لو أوقف بالعكس، إحنا هنا وقفنا عند السلوك الغير مرغوب وما زدنا أي شيء عند الطفلة، فبالتالي ممكن تزيد السلوكيات الغير مرغوبة. فأنا ضروري جداً أني أنا أكافئ وأعزز السلوكيات المرغوبة عشان تبدأ تزيد عندي ويرتفع مستواها عند الطفلة. ونحتاج أننا نزاحم بالسلوكيات الإيجابية، نزاحم السلوكيات السلبية. طيب، فلذلك التحكم من قبل الوالدين مهم جداً،
مهم جدا، لابد اننا نكون نحن المتحكمين في هذا البرنامج بشكل كامل. وان كان اعطينا الابن بعض الامتيازات عشان يشاركنا، يشارك اختيار الجائزة، يشارك في عدد النقاط، يشارك في كذا، يشارك في كذا، ما يمنع، عشان هذا يحفزه انه يشتغل على الاشياء اللي هو اختارها على نفسه، ويعلمه الالتزام ويعلمه تحمل العقبات. طيب، لكن المتحكم الرئيسي مين؟ الوالدين. مين اللي يحط النقاط؟ الوالدين. مين اللي يحسب انه هذا الفعل يستحق نقطة؟ الوالدين. مين اللي يغير في الاولويات؟ الوالدين. مين اللي يتحكم في الجوائز؟ هذه الجائزة عند هذا وهذه الجائزة عند هذا، الوالدين. لابد انه هذا التحكم يصير بشكل تام. اذا جاء الطفل وقاعد يزاحم هذا التحكم، معناه في مشكلة في 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 المسيرة اللي قاعد تصير عليها الأسرة بشكل كلي. طيب، اعطاء المكافآت على سلوك لم تشهده بنفسك. يعني جيت انت من العمل وابنك قال انت ما انت موجود، انا سويت كذا 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 كذا، اوكي انا ما شفتك، هل اعطيك؟ هذا يعتمد، يعتمد. هو تقول لا، في احد يقول ايوه ايوه، وهذا يقول لا. اللي يقول لا ليه، واللي يقول ايوه ليه؟ اللي يقول لانه ممكن يستغلني، ممكن يستغلني، صح. واللي يقول ايوه ايوه، فانا اعطيها. طيب، هذا على اعتبار انه ما في احد في البيت ممكن يقوم بالدور انه يراقبه مثلا او يشوفه. طيب، ها، او يكون في دليل معين يحكم انه فعلا هو قام بالسلوك. طيب، يعني اتكلم على سلوكيات لها اثرها واضح، عندي خادمه ممكن انا استخدمها حتى لو كان سوى هذا السلوك في مكان معين. فهذا أنا قلت، عشان كده أنا قلت في البداية يعتمد، هذا يعتمد السلوك اللي صار. يعني نتفق على أمر معين داخل البيت، بس رحنا بيت الجدة واستمر هو في السلوك الإيجابي حتى عند الجدة. الجدة شافتك، إيوه ها شفتي، إيوه شفته، نعطيه حتى لو أنا ما شفته. فهنا هنا نقدر الأمر. طيب، إذا كان سلوك والله أنا شاركت أخويا وأنا ما شفتك، طيب شاركه الآن عشان أشوفك. يشاركوا، نعم الآن تأخذ، لأن المشاركة ما عليها دليل واضح. ليش ما عجز الطفل؟ عشان لا يستغلك. ممكن مرة، ممكن مرة، أوكي. إذا أنت تعتقد إنه طفلك وصل من يعني من الوعي بمكان إنه يسوي الشيء حتى في وجود حتى في عدم وجودك، بس هناك دلائل المفروض. يعني انت مثلا تأمره بشيء وتروح ترجع تلقاه موجود، خلاص هذا يعزز ثقتك فيه. فبالتالي لما يقول لك انا سويت الشيء الفلاني راح تصدقه، صح ولا لا؟ اوكي، ولانه لو سوى العكس راح ينفضح يوما ما، صح. بس كمان لو كان عامل ما كمان راح يغضب، صحيح صحيح. لذلك انا ما راح اقول ما راح اصدقه، ما راح اصدقه، انا مصدقتك انك انت سويته، طب وريني كيف سويته. خصوصا اذا كان العمل ما عليه دليل ملموس، يعني رتب الغرفه، خلاص هذه الغرفه مرتبه امامي واضحه، انجز العمل واضح. لو اذا كان ما عليه دليل ملموس، اوكي انا مصدقك، وريني كيف سويت، ايش سويت، سويت كذا، سويت كذا، سويت كذا، سويت، اوكي هذه نقطه. اوكي، طيب، كن متحكما في البرنامج بشكل تام. احنا رجعنا على ورا ولا رحنا على قدام؟ اوكي ماشيين صح. تقديم الجوائز والمكافآت هو قرار الوالدين وليس قرار الطفل. بعض الأطفال يضغط بشكل إنه يحصل على الجائزة حتى بدون ما يسوي العمل، وهذا اللي نحن نخاف منه، هذا اللي نحن نخاف منه. لذلك ما تعطيه الجائزة المفروض إلا إذا أنجز العمل، إلا إذا أنجز العمل. والقرار وقرار إعطاء الجائزة هو قرار للوالدين. ويفضل دائما، يعني لو أنت كنت زي روحك عند بنت خالة زينة، هذه تأخذ وقت معين، لو يفهم الطفل وشرحنا له الأمر، يعني عمره 10 11 12 سنة، أنت أنجزت المعاملة مثلا، أنجزت النقاط يوم الربوع، ما نقدر نروح عند خالتك زينة بكرة أو يوم الربوع لأنه الناس عندها دوامات مثلا أو هم مشغولين. بس زينة تيجي يوم الخميس، نتصل على زينة، كيف حالك، طيبة زينة، أنت موجودة يوم الخميس؟ نعم. إذا محمد يحتاج جائزة إنه يجي يزورك يوم الخميس، موجودين؟ أوكي خلاص حصلنا على الجائزة.
لكن القرار في الأخير قرار الوالدين وليس قرار الطفل. العمل مع المعلمين، نتصل على واحد من المعلمين أو واحد من المعلمين نتفق معه، إذا استمر مثلا في مشاركة مساعدة صديق له طالب ما عنده قلم فأعطاه قلم، هذه لوحة استيكرات أعطيه استيكر من عندك ونحن نجي نضيفه عندنا، أو أكتب له في الدفتر إنه اليوم محمد ساعد طالب بإعطائه قلم زيادة وذاك الطالب ما كان عنده قلم، هذا سلوك إيجابي، سلوك المشاركة يعززها. فنحن نجي نعتبر هذا الأمر، نقول للمعلم شكرا لك وراح يأخذ عليها نقطة، أو سوى سلوك يعني رجع محمد من المدرسة بسلوك جميل جدا سواه حتى ما كان في الحسبان ولكن أعجبك هذا الأمر، قل له أنا راح أعتبر هذه نقطة إيجابية وراح أعطيك عليها نقطة. فهنا يصير حتى في تعاون بين البيت والمدرسة في هذا الأمر. طيب، وفي كثير من المعلمين ترى يتخذ أو المعلمات تأخذوا هذا الأسلوب بشكل جيد جدا، صارت ثقافة منتشرة بين كثير من المعلمات والمعلمين الآن، فما راح نجد صعوبة في أن نجد معلم أو اثنين يتعاونوا في هذا الأمر حتى لو نفذوا خارج إطار البيت. مثلا نحن اتفقنا على تنفيذ هذا السلوك في البيت، طلعنا الحديقة شاف قمامة ورماها في زبالة، هذا سلوك جيد، الآن صار في توسع لدائرة الإنتاجية، نحط هذا في الاعتبار ونعطيه عليه ستيكر أو نعطيه عليه نقطة ونحسبها له كحاجة إيجابية. طيب، هذا مثال لجدول مشاركة الألعاب وتوقف عن الشجار. أنا أوصل البيت الساعة 4 وبرتاح لي ساعتين، وهذه الساعتين أنا جالس أمام الأولاد أبغاكم تلعبوا وتشاركوا بعض بدون إزعاج وبدون شجار، وكل ما عدت نص ساعة أعطيناكم نقطة، هذا يوم السبت وهذا الأحد وهذا الاثنين وهذه الساعات. فعندنا هنا 1 2 3 4 4 × 7 كم؟ 28. طيب، وإذا حصلت على 3 ملصقات نقرأ قصة جديدة، وخاستة ملصقات نذهب للمنتزه. وبس هذا شكله يعني أعتقد الطفل إذا شافه بهذا الشكل يعني إيش الهم هذا؟ في صعوبة إنه يفهمه صح؟ ها؟ يتلخبط. طيب، سووه أنتم بشكل أفضل يعني، وراح أعطيكم تجربة. بس لاحظ من الساعة 4 للساعة 6 ساعتين، بس ساعتين كافية في اليوم. ليش؟ عشان لا تصير ثقيلة على الطفل، و في مهام أخرى يعني. في مهام أخرى، أوكي. و It's normal أنهم يتهاوشون بالبيت. It's normal أنهم يتهاوشون بالبيت، و لكن هذه الساعتين من الساعة 4 للساعة 6 أنا راح أكون موجود، أنا راح أراقب، أنا راح أحط الاستيكر. هذه الساعتين هي اللي أنا أقدر أراقب الطفل فيها، غير كذا الطفل لازم يعيش بحرية، يعني يأخذ كذا راحة شوية في التحركات، لكن يضبط نفسه في هذه الساعتين إنه ما يتشاجر، بعدين نوسع الدائرة شوية شوية. وهذه الساعتين هي اللي أنا جيت من العمل وكنت تعبان بس أقدر أشد على نفسي شوية وأجلس معاه فيها، هذه الساعتين هي اللي أقدر ألعب معاه فيها اللي ذكرناها وقت اللعب، نص ساعة نلعب ونص ساعة كذا ونص ساعة كذا وانتهت الساعتين، ونراقب ونعطيه وبكرة يوم جديد. هذه الساعتين كفيلة بضبط باقي اليوم كله، هذه الساعتين كفيلة بتعليم ابني مهارات متعددة، فما أحتاج إني أصير زي العسكري واقف أتابع ابني فين يروح وفين يجي 24 ساعة. أوكي؟ طيب، هذا واحد زميلنا ابنه اسمه أوبري. أنا والله حاولت يعني طلبت من كثير من الأمهات والآباء اللي يجوا عندي في العيادة أعطوني مثال للجداول اللي أنت سواه، مع أنه كثير جو قالوا نتائج مبهرة، قلت بس صوروا لي الجدول أرسلوا لي، للأسف ما حد صور لي ولا أحد أرسل لي. لكن هذا زميلنا ابنه اسمه أوبري يروح المدرسة وما أدري كيف تعلم أنه كل ما واحد طالب سواله شيء بوكس في البطن، المهم صارت مشكلة والآباء صاروا يتذمروا يعني إيش هذا السلوك وإنت ابنك وجابوه في المدرسة وسواله زحمة. ففكر في هذه الفكرة، قال تحدي الدونات، هل يستطيع أوبري أنه يمضي 5 أيام بدون ما يضرب أحد في بطنه؟
فسوى الجدول بهذه الطريقة، اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة، هذه أيام المدرسة، يوم السبت تحصل على الدونات، رسمها بشكل واضح وكبير وعلقها في باب الثلاجة. طبعا هو يحب الدونات وأبري يحب الدونات. طيب فكل يوم يعدي بدون ما تضرب أحد، إذا ما اتصلت علي المدرسة وقالوا إنك ضربت أحد راح نحط له هذا كان الأب، بعدين أوبري صار يجيب القلم ويحط كده بنفسه يأشر على، مع مرور الأيام أوبري نجح، أبوه صور هذه الصورة وحطها في فيسبوك وصاروا الناس يشجعوا أوبري إنه أصدقاء الأب يعني إنه ينجح. نعم يلا يو كان دو إت، يلا شد حيلك أنت شاطر تقدر، والأب يوري أوبري يوري الكلام حق الناس، وأوبري تشجع مرة. حصل على الدونات في أول أسبوع، أوبري انبسط، انبسط مرة، وقال أنا عندي شرط في الأسبوع الجاي. إيش هو الشرط؟ قال أبا أجيب أصحابي كلهم يأخذوا دونات معايا، وسمى عشرة أصدقاء، عشر أصدقاء من الفصل إنهم يأخذوا معاه دونات. اللي ضربهم جابهم ما، ولا قال يا رجال ممكن يا ريتني ما. الأب قبل التحدي، شرط عليه إنه تكون أخته واحدة من ال، هذه أخته واحدة من الأسماء، أخته الكبيرة، وحط اسم أخته. وبعدين بدأوا التحدي الأسبوع اللي بعده، شكله فيه صورة ناقصة. الشاهد إنه أوبري نجح وجاب أبنائه، جاب أصحابه وسووا لهم حفلة دونت، الصندوق ما أدري كم حبة فيه، واختاروا عشرة وجابوا البيت. وشوف هذا باب الثلاجة هنا واضح يعني. فجابهم في البيت ووزع لهم الدونت به بمناسبة نجاح أوبري إنه بطل يضرب الناس. هذا مثال حي وواقع، نحن نقدر نسوي كذا مع أبنائنا. أنا ما أنا لما حبيت أسوي الصورة هذه فشلت في رسم جدول مناسب بصراحة، لكن كنت أبغى مثال حي إنه فعلا أب أو أم يسوي الجدول ويجيبوا لي صورة حية يعني من وكنت أوريهم هذا المثال وأقول لهم سووا زيه في البيت، حتى لو كانت يعني حتى لو ما وصلت لهذا المستوى من الترتيب، بس أي حاجة سووا وروني عادي. ايش ليش لا؟ هذا الافضل طبعا، هذا الافضل يعني. حتى الستيكرز لو انت راح تستعمل ستيكرز، استعمل ستيكر بالفيفوريت كاركتر مثلا، هو يحب سبايدر مان، استعمل له سبايدر مان ثيم. ليش لا؟ نعم، اخليه يشاركني في عمل الجدول، اخليه يشاركني في اختيار الملصقات، اخليه يشاركني في اختيار العدد، اخليه يشاركني في اختيار الجوائز. ورونا تجاربكم والله نسعد بصراحه، راح أعرضها في الدورة الجاية للآباء الثانيين. إذا عندكم تجارب ناجحة شاركونا بيها. طيب وسيل نشيل أوبري هذا ونحط محمد وحسين وسليمان وزينة، بناتنا وأبنائنا يعني، ما نحتاج نجيب صور برا بصراحة. شكرا لكم، أتفضلي. طيب إذا قلنا ممتاز، إذا قلنا هذه الضربة إيش البديل مكانها؟ ابحثي عن بديل وحطي جدول لهذا البديل، بحيث إنه بدل الضربة يصير مثلا طبطبة أو هاي فايف، طالما إنه لازم يستخدم يده. انتهينا، يلا كفك روح. كل مرة تسوي كفك في الأخير بدون ضربة تحصل على جائزة، وبعدين ملصق، وبعدين نجمع ملصقات، وبعدين يصير التصفيقة أو الضربة أو الضمة تزاحم الضرب. يعني هو هذا صحيح موضوع؟ أيوة نعم. ممكن عن جد ما
لا المفروض إنهم يتحكموا في كل تصرفاتهم ويفعلونها عن قصد، لكن الخلل في الميزان، الخلل في الميزان، لأنه هنا تغلب الاندفاعية، إنه هو مثلاً إيه بيحس إنه خلاص انتهى اللعب ضربة ونروح. نحن صغار كنا نسميها ضربة الوداع مدري إيش. أعرف. إذا كان ADHD بدون أي أشياء أخرى، فالمفروض إنه قادر على التحكم في هذا الأمر. مطلوب مننا إننا نساعده، بنجيب له سلوك بديل ونخمد هذا السلوك شوي شوي إلى ما يزاحمه باستخدام جدول المكافآت، راح يجيب نتيجة. ومع ملاحظة السلوك نفسه راح تلاحظين إيش هو المثير القبلي، إيش اللي يحدث بالضبط قبل ما يسوي، قبل ما يضرب. في شيء مؤكد يتكرر، يعني دائما. طب أنت قبل ما يتحمس زيادة أنت بادري بالهاي فايف، أنت بادري بالضربة على يده. إذا هو كان يبغى يحس بإحساس القوة هذا بيده إنه ضرب، ابدي معاك أنت أول، ابدي أنت معاه أول عشان تلاحظين، لأنه ضروري جدا عشان تعرفين إيش حل السلوك إنه تلاحظين السلوك لفترة معينة، تقيسين إيش صار قبله وإيش صار بعده كذلك، لأنه ممكن في شيء يحصل بعد السلوك هذا، بعد الضربة، هو اللي يخليه يستمر والدائرة هذه الدور. إحنا عادة المثير البعدي هو اللي يخلي السلوك يستمر، فممكن ما يحدث بعد الضربة هو اللي يخليه يستمر وكل مرة يضرب فيها. فضروري جدا تلاحظين إيش يصير بعد الضربة في مواقف متكررة ومتعددة، بعدين تحددين إيش الشيء اللي راح تتبعينه معه. طب ممكن هو يبغى، ممكن هو يبغى الأتنشن هذا، ممكن يبغى لفت الانتباه هذا، ممكن. طيب بس بعطيك الفرصة، لكن هذه الآباء اللي وصلوا متأخرين، كنا نحن حطينا مثال للجوائز البسيطة اللي ممكن نستهدفها، فممكن تأخذ صورة، اللي ما لحق ياخذ صورة ياخذ صورة، وبعدين نجي للشريحة اللي بعدها. تفضلي. طيب نعيد السؤال. عندي طفل يستهلك كلمة آسف على كل مرة أي سلوك يسويه، يقول آسف حتى لو ما كان غلطان برضو يقول آسف. كم عمره؟ 7 سنوات. أولاً ما أعرف بصراحة إيش المشكلة في هذا. سؤالي ما هي المشكلة؟ كأنه خايف من عقاب معين أو يبي يتفادى عقاب معين. أوكي. كأنه يتفادى شيء. أنا أوكي. كلمة آسف كلمة جميلة. هل كان يتعاقب كثير؟ كان صغير كان يتعاقب كثير. طيب هذا يبالي شغل. مو كل شيء يقول آسف عادي. أنا ما أرى مشكلة من إنه يقول آسف ككلمة، المشكلة في الإحساس إنه هو خايف إنه يتعاقب. فهو نحن لو قلنا له أنت ما راح تتعاقب، هذا الأمر ما يستاهل عقاب، فهذا يخفف عليه شوية شعور الرهبة، لأنه كلمة آسف صادرة من شعوره بالرهبة أو الخوف من العقاب. فإذا عرف أنه أنت ما راح تتعاقب، خلاص ما راح تتعاقب، انتهى الأمر، يخفف عنه هذا الأمر. مع أنه كلمة آسف ما أرى فيها مشكلة. أنت تبينه يتكلم، أنت تبينه يتكلم يشرح، يقول حتى لو هو غلط يقول أنا غلط، صح؟ ضروري جدا لما يقول أنه هو غلط يتعزز. من هنا نستعمل معززات. هو ما تعزز من قبل لما شرح موقفه، ما عنده تاريخ مسبق للتعزيز. لما قال أنه هو غلطان تعاقب. فلما يقول غلط وليش سوى الغلط، ضروري أنه إحنا دائما نقول شكرا أنك أنت قلت هذا الشيء، أعزز له. أنا مبسوطة أنك أنت قلت لي الحقيقة. وما يعاقب عليها، ما يعاقب عليها، لأنه أنت تبغين تزيدين عنده الاعتراف الآن، فعشان تزيدينه
ضروري تعززينه. ممتاز. ممكن ما تعطينه أقوى معزز، ما تعطينه حلاوة ولا جوال ولا whatever، بس لازم تقولين له بالكلام أنا مبسوطة أنك أنت قلت لي الحقيقة، لأنه هو محتاج أنه يتكلم ويبرر موقفه. بس هو ترى إشي غلط يعني، هو حيتعاقب نفس الوقت يعني. لا لا، أنت الآن هدفك أنه أنت تزيدين عنده الاعتراف. أوكي. لا هو بس في البداية المشكلة هي إن هو قاعد يقدم مبررات حتى هو ما سوى غلط. طيب، فأنا الآن أبغى أعزز عنده إنه يقول الحقيقة، يقول الموقف اللي صار فقط، فأقول شكرا إنك قلت هذا الأمر. فهنا الآن المشكلة مختلفة تماما. أنا بأشكره على شرحه للموقف، على اعترافه بالخطأ، على ذكره الشيء اللي حصل حتى لو ما كان خطأ. فإذا تعزز هذا بعدين ننتقل لأنه ضرب أو ما ضرب، آذى أو ما آذى، هذا أمر آخر. أوكي، تعزيزي لهذه النقطة لا يعني أني أنا أترك الآخر، بس أنا تركيزي الآن في هذه النقطة. طيب جيد، سؤال آخر تفضل. هل ممكن نقسم الجدول لجزئين، مهام منزلية ومهام مدرسية؟ إذا كمل الجزئين يأخذ مكافأة، إذا ما كملهم ما في مكافأة. أول سؤال يتبادر للذهن إيش؟ كم عمر الطفل؟ هل هذا يعجز الطفل؟ هل هذا يتعب الطفل؟ كم عمر الطفل؟ هل يستوعب هذا الأمر اللي قاعد تقول له إياه؟ هل الطفل يستوعب هذا الأمر؟ هذا واحد. هل أشركته في عمل الجدول؟ هل أشركته في اختيار الجوائز؟ هل السقف هذا اللي أنت ذكرته إذا سويت هذا وهذا سقف عالي بالنسبة له؟ إذن أنا لازم أنزل شوية. وليش يعني ليش أبدأ مثلا إذا كانت هذه أول مرة أنا أسويها، ليش أبدأ بهذه القوة؟ لازم أبدأ بحاجة سهلة وممتعة وبسيطة وسلسة وفي المتناول عشان هو كمان يمشي معايا، بعدين شوية شوية أرفع السقف. فحتى لما أنا أرفع السقف هو ما يشعر بالعجز، لا أنا قادر لأني أنا التاريخ حقي أني أنا أنجزت مسبقا. وأنه أنت أعطيتني من قبل، ما هي أول مرة تعطي. ما أبدأ معه بالجدول هذا صعب. لا، تبدأ معه بكميات قليلة وبسيطة وخطوات سهلة. نبدأ عشان يعرف أنه أنت قاعد تعطيني كل مرة. لكن ممتاز. لو تبدأ معه بشيء عظيم، طب متى راح يأخذه؟ مرة بعيد. يعني ما يجي طفل عمره 5 سنوات وأعطيه 400 نقطة، لازم تجمع 400 نقطة عشان تحصل على هذا الأمر. لن يصل أصلاً، فأنت قاعد تعجزه من الوصول، فهو خلاص حيفقد الاهتمام. يعني تذكر مثال هذا صاحبنا، 5 أيام ودونت أنجزها من هنا، جاب 10 أصحاب. الله يعينك لو جاب 10 أصحاب. طيب، لكن نحن نبغى نخلي حاجة سهلة وفي المتناول حتى نحن نستمتع ونحن قاعدين نسويها، هو يستمتع معانا، أخوانه كمان يستمتعوا، كل البيت يصير كده في جو إيجابي، روح إيجابية، هذا الأمر مطلوب. وممكن تكون أشياء سهلة، يعني إذا أنت اليوم خلصت هذه 3 أشياء مثلاً، بنجلس كلنا نسوي تجربة علمية مع بعض، شيء جديد عليه مثلاً، فدائماً حط اقتراحات سهلة في البداية عشان ما يحس بالإحباط، وعشان يصير بينك وبين تاريخ مشترك أنه أنا لما سويت هو أعطاني، فبالتالي المرة الجاية لما يطلب مني أشياء أكثر أكيد راح يعطيني. أوكي، تفضلي. طيب دكتور، الطفل طلب هدية يعني سعرها تمام، أنا أبي أجيب يعني، بنات طلبوا مني هدية سعرها تقريبا 900 ريال. أيوة، اللي هو بيت باربي. أيوة، أوكي. طيب اوكي، انا حاطط هذا، انت خدي شوفي عندك هنا امثله مره كثير. طيب، هذه الامثله تساعدك في تصور الحجم اللي نحن قاعدين نتكلم عنه كجوائز.
وبعدين انت طبعا المجال واسع، ليس فقط محصور على هذه، لكن هذه تساعدني في التخيل في التصور على حجم الجائزه اللي بدي احطها. ودائما الجوائز رخيصه الثمن افضل من الجوائز غاليه الثمن عند الطفل، عند الطفل نفسه. حتى لو كانت هذه الجائزه قيمتها 900 ريال، لو جبتي له ابو 5 ريال افضل بالنسبه له. ابو 5 ريال يستطيع ان يكرر ويستطيع ان يغير في عشرات الخيارات، لكن ابو 900 ايش في خيار ثاني؟ فبالنسبه للطفل تنوع الخيارات، تنوع الجوائز، تنوع التحدي، حجم التحدي بالنقاط، هذه تجيب دي وهذه تجيب دي، مع انه مثلا نقدر نختار 10 جوائز كلها قيمتها 5 ريال، بس هذه شكلها يختلف عن هذه، وبالنسبه له هذا تحدي جديد في كل مره، افضل بكثير من اني اجيب له ابو 900 ريال. يعني انا معلش ارشح النقطه، نعم اقول انت مثلا جمعت مثلا 400 ريال، انت الان قصدك 400 ريال، تبغى هذه يعني 400 نقطه ولا 400 ريال؟ 400 نقطه. اوكي 400 نقطه، لو جات هذه النقاط مثلا، هذا باربي كجائزه تخرج من المرحله الابتدائيه للمرحله المتوسطه، اوكي مقبوله لانه فيها مجهود. وطبعا نحن بننوع في الجوائز طول الفتره الابتدائيه، بعدين على سادس ابتدائي المهمه الان صعبه، والمهمه فيها انتقال من الى مرحله جوهريه مفصليه، ماشي الحال. من المتوسط الى الثانوي ماشي الحال، لكن دائما تذكري انه الجوائز الرخيصه الثمن هي افضل، وتعطي انطباع اثر لدى الطفل افضل من الجوائز غاليه الثمن. او ممكن انه مجرد ما نبدا نحط الاتفاقيه بيننا وبين بعض، انا اكون مجهزه منيو، انت تكونين كأم مجهزة منيو او خيارات، تكونين حاطة 4 اشياء اختاري منها، اشياء انت تقدرين توفرينها لهم وعارفة انهم يبغونها، حتى لو كانت غالية يعني مثلا هذه ولا لا رخيصة، لا شيء انت تشوفينه مناسب لميزانيتك وما هو مكلف وهم يبغونه في نفس الوقت. طيب 900 ريال ما تضر ميزانيتي انا، لكن هل هو مناسب لطفلة عمرها 8 سنوات؟ أنا ما أقدر يعني أقبل هذا الشيء. أي هذا هو اللي إحنا نتكلم عليه. هذه 900 ريال زي جهاز، زي جوال الآيفون بالنسبة لي. أي يعني ممكن هي في المستقبل تبغى ب 10 آلاف مثلاً. هذا الكلام اللي أنا أقول. فأنت تعلني إفلاسك مبكراً الآن. مع الوقت إيش؟ يطلب كثير إذا ما باعدنا. إذا بدأ الطفل يطلب كثير، معناها ما باعدنا في الوقت، لا ما حصلنا على السلوك، أو صار إغراق للعطاء وللجائزة أو المكافأة ففقدت أهميتها. طب هل هو عاد قيمة البيت هذا؟ ما يدرش من شغله، هو يبيه بس. أي. 900 هذا مبلغ كبير أو قليل؟ قد يكون كلامك نعم صحيح. لذلك أنا المتحكم الرئيسي كوالد، وهذا الجدول مو محطوط الآن في الخيارات، نحن نحط خيارات معينة ونتفق عليها بأن كل خيار يستلزم هذا المبلغ، هذا القدر من النقاط والمكافآت، وبعدين نحصل عليه. ولازم تكون الجوائز رخيصة الثمن. وبعدين الجوائز زي هذه، قضاء وقت خاص مع الوالدين، قضاء وقت خاص مع الوالدين أفضل من أي جائزة أخرى، أي كانت هذه الجوائز أفضل. بس قضاء وقت خاص مع الوالدين هذا أفضل من أي جائزة أخرى. وهذه الحاجة اللي نحن نفتقدها لما يكون ابننا يمسك الجوال 24 ساعة، يلعب على البلاي ستيشن 24 ساعة، فقط كثير من هذا حتى يصير في جفوة كذا، تحس بجفوة بينك وبين الابن، لأنه هو ما يجد فيه متعة في الجلوس معك، أو صار يستقي متعته في شيء آخر بدل ما أنه يستقي متعته في الجلوس معك. وخصوصا لما تجلس معه 5 دقائق كلها كأنك عسكري ولا كأنك حكم يصطاد الأخطاء. الحكم يصطاد الأخطاء في المباريات، صح؟ نحن ما احنا حكام، نحن آباء، نحن قاعدين نربي، نحن قاعدين ننشئ جيل، نحن قاعدين نعدل سلوك، قاعدين نكيف إنسان نربط بينه وبين السلوكيات الإيجابية، بنربيه تربية ناجحة عشان يصير فرد ناجح في المجتمع. الآن بغض النظر، لا تقول لي ابني عنده ADHD، ابني ما عنده ADHD، أنا ما أتكلم في هذا الأمر كثير، وذكرت لكم هذا الأمر. أنا أعرف أنه هذه الاستراتيجية لو استخدمتها إيش ما كان ابني راح يجيب نتيجة. إذا الدولفين جاب نتيجة معناها ابني أنا أحسن بكثير من الدولفين، ولا مقارنة، ولا مقارنة.
بين ابني وبين الدولفين، لكن أنا بحسسكم قد إيش هذا النظام يجيب نتيجة ونتيجة مبهرة إذا استخدمناه بشكل جيد. طيب أي سؤال آخر؟ أعطيكم إلى أوكي تفضلي. أيوة أيوة يعني أنا الآن ذكرت واحدة من الأمهات تقول ابني دائما يبغى لعبة جديدة مثلا في بلاي ستيشن أو بينزل هذه اللي يوصل مرحلة لازم يدفع فلوس عشان يفتحها وهكذا. طيب كأن يعني صورتك اللي أنت تذكريها كأنها تشابه هذا الأمر. إذا أنت في تقديرك إنه هذه الجائزة غير مناسبة فما تنحط. شوف 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 شوفي أشياء بديلة أخرى. إيش رأيك نسوي كذا؟ إيش رأيك نسوي كذا؟ إيش رأيك نسوي كذا؟ طيب أول مرة سواها من حسابه، المرة الجاية ما حيقدر. ما عنده فلوس. ما عنده فلوس أصلاً. طيب خلاص. إذن هو لازم يفكر في بدائل أخرى. وإذا اشتراها من حسابه معناتها ما هي مكافأة. هذا اشتراها بفلوسه. إيه بس أنا أنه أساس إنه أنا أعلمه إنه أنت لازم المبلغ اللي عندك لازم أنت تستغله بأشياء أنت فعلًا تحتاجها مو شيء. لازم تخلينه يجرب. ما هو غلط إنه تخلينه يجرب، خليه يجرب. المرة الجاية ما راح يقدر. إيه ما راح يقدر، لكن هل المرة الجاية إذا كان فعلًا شيء يحتاج إنه أعطيك مثلًا إنه أنا ترى بعطيك. لا. كأنه سلب، بس المرة الجاية ترى بأخذه عشان أنت تتعلم. أنت تبين يرجع يتسلف منك مرة ثانية؟ لا، إنه أنا بعطيك الحين، لكن أنت إذا جاك أنا بأخذ منك عشان المرة الثانية ما تشتري بألعاب خرابيط أنت ما تحتاجها الحين. بس أنت تقبلين. أنا أعطيك إياه، بس أنت الفلوس اللي عندك لازم تأخذ شيء أنت تحتاجه. بس إذا أنت وافقتي هذه المرة إنك أنت تدينينه، تأكدي إنه راح يجي مرة ثانية وراح يقول لك أوكي ادفعي عني وبعدين أنا بأخذ منك. فأنت كوني واضحة معه من البداية، إذا قلتي له لا. وانت اشترها من حسابك، جت المره اللي بعدها ما عنده فلوس، انت بعد ما عندك فلوس تدفعينها له عشان يعرف بقيمه المبلغ اللي عنده وكيف يعمل ميزانيه لنفسه. ما هو غلط انه يخفق احيانا، ضروري الطفل احيانا يتعرض لهذه التجربه عشان يحسب حساب التجربه الثانيه. ما هو غلط، خليه يجرب، بالتالي راح يعرف نتيجه تصرفه انه انا لاني اشتريت المره الماضيه ما وازنت في ميزانيتي فهذه المره ما صار عندي المبلغ. اوكي اجمع لها لما يصير عندك اشترها. طيب طب خلينا بس نقول يعطيكم العافيه جميعا، شكرا لكم ولحضوركم، وان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم على مهاره جديده. يعطيكم العافيه.